بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا جماعه، نعرفكم المهندس هشام الغني عن التعريف، استاذنا والله، استاذنا في السيفل 3 دي، الله يبارك لك يا رب. تسلم مش محتاج حقيقي اي تقدير غير انه هشام. اتفضل تسلم يا رب، الله يعزك وان يا شاء الله ناس. تكون محاضره قيمه. انا وطبعا اكيد يعني توكلنا آمين على، يا رب، اتفضل آمين يا رب اتفضل يا العالمين. باشمهندس. تسلم بيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في كورس برنامج سيفل 3D. إن شاء الله يبقى الكورس عند حسن ظنكم بإذن الله. سامحونا عشان دي أول مرة أستخدم أنا برنامج الزوم، فلو اتلخبطت معاكم في حاجة ما تقلقوش، كل حاجة إن شاء الله هتكون متسجلة وتترفع بعد كده بإذن الله. وإن شاء الله برضو الناس اللي ما حضرتش معانا النهاردة ربنا يكرم إن شاء الله، وهيحاولوا يتابعوا معانا في الإيه في الكورسات، سوري، في المحاضرات المسجلة بإذن الله. إحنا هنبتدي نعمل الأسئلة بإذن الله على مرتين خلال المحاضرة، مرة في النص كده عشان ناخدها كريست، ومرة في الإيه مرة في الآخر. فاللي عنده سؤال يخليه بقى إيه يكتبه كده ويجهزه في كل منطقة إيه إحنا بنشرح فيها. نحاول نخلي الاسئله في نطاق الحاجات اللي احنا بنشرحها النهارده، وبعد كده ان شاء الله في الفيوتشر هتبقى في محاضرات تانية لكل جزء باذن الله من الاجزاء دي البرنامج. مبدئيا كده الكورس ده احنا عاملينه للناس اللي لسه جديده معانا في البرنامج السيفل بشكل عام، او الناس اللي عايزه تعمل ريفريش للايه للمعلومات الاساسيه بتاعتها باذن الله. وفي نفس الوقت برضه الى حد ما لو حد متابع معايا في القناه بتاعتي او في القنوات الاخرى، بيبقى في احنا المعلومات بتاعتنا الى حد ما انا شارح مثلا البرنامج من فتره كبيره، فاكيد المعلومات دي حصل ليها ابديت وكده، فان شاء الله الابديت ده تشوفوه خلال الايه خلال الكورس. مبدئيا احب كده اعرفكم عن نفسي لو حابين تعرفوا يعني عني. اخوكم هشام فوزي، تمام كده. انا حاليا بشتغل مدير قسم المساحه بمشروع مترو الرياض في الخط الرابع، ومؤسس قناه وموقع فينجر برينت فيديوز اللي ما يعرفش، تمام، ومدرب معتمد من شركه اوتوديسك، وحاصل على شهادات الاعتماد كمحترف في برنامج الاوتوكاد والسيفل 3 دي، وعندي خبره الحمد لله حوالي 17 سنه في مشروعات البنيه التحتيه، لان انا خريج قديم شويه 2003، معلش يعني سامحونا راجل كبير يعني، وخبره ان شاء الله برضه في تدريس برامج اوتوديسك. تقريبا انا بدات بالفعل في التدريس بتاع برنامج اوتوديسك خلال سنه تقريبا في 2011 2011 او 2012. 2011 فعليا بدات القناه بتاعتي على اليوتيوب. الحمد لله القناة فيها حوالي 39 ألف مشترك وحوالي 5 مليون مشاهدة، وطبعا الرقم ده يعتبر إلى حد ما كبير في مجال إيه؟ في مجال إن إحنا يعني إلى حد ما متخصصين في برنامج معين، برنامج غير منتشر، ولكن الحمد لله رب العالمين عندنا إيه مشتركين كتير، وإن شاء الله أكيد منكم كتير متابعنا يعني على القنوات دي. طيب هنبتدي نشوف كده إن شاء الله برنامج السيفل 3 دي. أول شيء برنامج السيفل 3 دي هو برنامج أحد برامج شركة أوتوديسك. البرنامج ده متخصص الى حد كبير في مشاريع البنيه التحتيه. البرنامج ده مجالاته كتير جدا، هنبتدي نشوف كده مجالات عامه الاول. ليه البرنامج اشهر مجال بيشتغل فيه البرنامج اللي هو مجال تصميم وتنفيذ الطرق بشكل عام، وطبعا ده ابتداء من ايام اللاند برنامج اللاند دوت اللي هو النسخه، تعتبر النسخه القديمه من برنامج السيفل 3 دي. فمن ايام برنامج اللاند مشهور في الوطن العربي بشكل عام ان هو خاص بمجال تصميم وتنفيذ الطرق. طبعا هم طوروا في البرنامج كل فتره، لغايه دلوقتي بالبرنامج بقى كمان بيصمم طبعا الريل السكك الحديد وما الى ذلك، زائد مجموعه مجالات اخرى زي مثلا مجال تصميم وتنفيذ شبكات مياه الصرف الصحي وتصريف مياه السيول وتصريف او سوري برضه اللي هي شبكات المياه العذبه، او ما يسمى بالبريشر نتورك اللي هي كل ما هي شبكات بتشتغل من خلال الايه من خلال البريشر، تمام كده. في عندنا حاجه تانية اللي هي عندنا هنا مجال تقسيم الاراضي واداره المخططات. تقسيم الاراضي بشكل عام هو طبعا عمليه التقسيم ممكن بتتعمل بالاوتوكاد العادي وما الى ذلك، ولكن احنا ان شاء الله خلال الدوره هوريكم ايه الفرق الرهيب اللي احنا ممكن نعمله من خلال تقسيم الاراضي في البرنامج، وايه التولز اللي بيديها لنا اللي تغنينا تماما عن استخدام برنامج الايه الاوتوكاد العادي في عمليه الايه التقسيم، وازاي اعمل اداره للمخططات بشكل عام، ازاي اطلع الداتا بتاعتي وما الى ذلك. في عندنا في مجال التسويات، تسويات الاراضي بشكل عام، في مجال حساب الكميات في الحفر والرد، وطبعا في مجالات كتير جدا ممكن ما يسعش الوقت ان احنا نقولها في الدوره، ولكن ان شاء الله برضو خلال الدوره هنوفر طبعا البيانات اللي احنا بنشتغل بيها والملفات اللي احنا بنشتغل بيها هنبقى رافعينها لكم ان شاء الله بعد كده، يعني هنرتب بس مع الجماعه هنا في الاداره بشكل عام. وفي نفس الوقت هنعمل ايه؟ هنوجه لكم برضو الى حد ما لو اتكلمنا مثلا في مجال معين وما قدرناش نغطيه بشكل كامل، هحاول اوجه لكم برضو لينكات معينه تقدر ايه تستفيدوا منها بشكل اكبر، او تاخدوا بيانات ايه او تفاصيل ايه بشكل اكبر، تمام؟
عناصر الكورس اللي احنا بنتناولها ان شاء الله في خلال الكورس بتاعنا هنا، هناخد الواجهه الاساسيه وايه هو الفرق الاساسي ما بين الاوتوكاد والسيفل، هناخد النقاط وازاي نتعامل معاها. طبعا انا بس جايب هنا اسم العنصر نفسه، ولكن احنا هناخد بتفصيل اكتر فيه ان شاء الله. عندنا هنا الاسطح وكيفيه انشائها والتعامل معاها، تصميم الطرق وحساب السوبر ليفيجن، وانا عندي برضو عشان في ناس كلمتنا عن تصميم السكك الحديديه، هنشوف التولز بتاعت البرنامج اللي بتدينا الامكانيه ان احنا نصمم ايه سكك حديديه. طبعا التفاصيل بقى الفعليه بتاعت السكك الحديديه وعمليه حساباتها وما الى ذلك احنا هنقول التولز بتاعتها، ولكن التفاصيل اكتر ممكن هوجه لكم برضو محاضره او محاضرتين حد تاني شارحهم بيشرح ايه عمليه الريل بشكل عام. عندنا برضو هنعمل القطاعات الطوليه للطريق اللي هي تعتبر بروفايلز، والقطاعات العرضيه التصميميه للطرق اللي هي الاسمبليز والسب اسمبليز. طبعا الكلام ده كله هنشرحه بالتفصيل بعد كده ما تقلقوش. هنعمل مجسمات للطريق اللي هو الكوريدور اللي هو عباره عن تجميع كل عناصر الطريق بحيث نقدر نشوف الطريق بشكل ثلاثي ابعاده، ونبتدي نستخرج البيانات بتاعتنا ونبتدي نعمل قطاعات عرضيه ونحسب الكميات بتاعت الايه بتاعت الطرق، تمام. وبعدين هنعمل تقسيم الاراضي وهنشوف ايه الفرق ما بين شغل تقسيم الاراضي على الكاد وايه الفرق ما بينهم وبين الايه ما بين السيفل، وازاي نتعامل معاه في السيفل، وازاي نعمل اداره كويسه للتقسيم للمخططات بتاعتنا. وهنعمل برضو شبكات المياه والصرف وازاي نعمل التداخل ما بينهم وبين بعض، ويعني مجموعه اوبشنز كده هنشوفها. وبرضه في بعض المجالات وموضوعات برضه يعني خلال الدوره طبعا ممكن يظهر معانا موضوعات تانية نوجه، يعني كده كده هيبقى في ان شاء الله هنحاول نعمل زي ما كان تبعتوا فيه مثلا اسئلتكم، لو في حاجه لو احنا ما جاوبناش على اسئله خلال المحاضره تبعتوا اسئلتكم نرد عليها، وفي نفس الوقت موضوعات ممكن نطرحها ان احنا نحاول ايه نلمها في ايه في الموضوع بتاع سوري في الكورس بتاعنا. طبعا هو المفروض الكورس احنا كنا متفقين مع الشباب ان هو هيكون سبع فيديوهات او سبع محاضرات، كل محاضره غالبا هتكون من ساعه ونص لساعتين، فيما عدا المحاضره السبعه الاخيره دي احنا هنخصصها للامتحانات اوتو ديسك بشكل عام. يعني ست محاضرات هتبقى خاصه ببرنامج السيفل 3 دي، والمحاضره الاخيره هنخصصها اللي هي امتحانات السيفل 3 امتحانات اوتو ديسك اللي هي سيرتيفايد بروفيشنال، ايه هي الامتحانات وايه هي اخر ابديت حصل فيها، وهنحل مع بعض برضو شويه اسئله كده او نشوف الاسئله بتاعت لو حد حب يخش الامتحان خاصه لو هو امتحان السيفل ايه هي شكل الاسئله اللي ممكن تيجي، وبعض العناصر اللي ممكن تستفيدوا منها اثناء الامتحان او اثناء استعدادكم للامتحان نفسه ان شاء الله. ودي هتبقى غالبا هتبقى اخر ايه اخر محاضره، تمام كده. هنبتدي نشوف لنبدا على بركه الله ونبتدي نشوف ايه اللي بيحصل معانا في البرنامج بشكل عام. لغايه كده الامور تمام ولا ايه؟ اكيد بس حد ياكد عليا ان الصوت تمام 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 طيب على بركه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي البرنامج سيفل 3 دي اول ما بينزل السيت اب بتاعه الاساسي بدون اي تغيير في السيت اب الاساسي بينزل معانا ثلاث ايقونات على ديسك توب. الايقونه اسمها سيفل 3 دي 2001 متريك، والثانيه دي اللي هي الامبريال، والثالثه دي الاوتو ديسك ستورمان سانيتري اناليسيس. الستورمان سانيتري اناليسيس دي خاصه بتحليل شبكات المياه والصرف، دي للاسف احنا مش هنغطيها لان بصراحه ما دخلتش قوي في تفاصيلها، ولكن لو حبيتوا ممكن اوجه لكم زي ما قلت لكم محاضرات تنفعكم في المجال ده. اما بقى عندنا هنا المتريك والامبريال، ايه فرق دي بين دي؟ كل ما هنالك البرنامج لما بيفتح البرنامج لما بنيجي نفتحه بيفتح تمبليت معين، يا اما تمبليت المتريك يا اما تمبليت الامبريال. فرق الاثنين من بعض هي الوحدات الاساسيه للملف، يعني المتريك بيشتغل بالوحدات المتريه زي المتر والكميات مثلا بيبقى من خلال اللي هو المتر المكعب وما الى ذلك. اما الامبريال بيشتغل بالفيت والادم، الفيت اللي هو الادم يعني والبوصه، وزائد اللي هو بيشتغل بايه بالكيوبيك يارد اللي هي الايه اليارد الايه المكعب، تمام كده. ده الاساسي الفرق ما بين الاثنين، يعني الاثنين هم نفس اللانشنج، الاثنين بيفتحوا البرنامج، ولكن واحد بيفتح لك المتريك اللي هو التمبليت المتريك، واحد تاني بيفتح لك التمبليت الامبريال، تمام. زائد البرنامج لما بينزل في قائمه ستارت بينزل، لو احنا دخلنا هنا ودخلنا على اللي هو سيفر سي دي مثلا 2021، طبعا الشرح ده ينطبق على مجموعه السيفل بشكل عام حتى ابتداء من 2000 و 2013، هو نفس لحد ما نفس البيزكس الاساسيه، ولازم طبعا ولكن طبعا بيختلف بعض الاوبشنز بايه خلال اي السنوات الحديثه عن السنوات القديمه. فلو واحد مثلا بيتفرج علينا دلوقتي يعني او بيتفرج على الكورس بشكل عام دلوقتي او بعدين وشغال على فيرجن تاني غير 2021، ما يقلقش، الامور كل تقريبا كل اللي هنشرحه هيكون موجود فين؟ هيكون موجود في كل الاصدارات، ولو في حاجه موجوده في اصدار حديث هنحاول ننوه ان دي بس موجوده في اصدارات ايه؟ في اصدارات حديثه. لما البرنامج بينزل زي ما بنقول بينزل معاه اوتوكاد اهو، عن 7 3 دي از اوتوكاد 2021، يعني السيفل بينزل كانه اوتوكاد.
لان هو اساسا البرنامج لو احنا فتحنا كده هنبتدي نشوف بسم الله ونفتح المتريك. طبعا احنا في الوطن العربي اغلب الوطن العربي شغال بالايه، بالمتريك، الوحدات المتريه. فنبتدي نفتح ونشوف ايه اللي هيحصل لنا بالظبط. بسم الله. احنا الاول هناخد نظره عامه في الواجهه بتاعتنا، وبعدين هنشوف المقارنه ما بين السيفل والكاد في بدايه الايه، بدايه الشغل بتاعنا. طيب زي ما احنا شايفين البرنامج بتاعنا هنا، عندنا مجموعه التابس اللي موجوده فوق، اللي موجوده معانا في الريبن هنا، اللي موجوده فوق مختلفه شويه عن الايه، عن الاوتوكاد. يعني مثلا الهوم، في الاوتوكاد في هوم وفي انسرت وفي انوتيت وموديفاي، ولكن هنا زي ما انتم شايفين لو احنا بصينا كده، انا هحاول حتى نعمل انوتيشن معانا. تمام كده، ايوه زي كده مثلا. عندنا القسم ده كده في الشاشه الاساسيه لحد هنا كده، تمام، اللي انا عامل عليه هايلايت بالاحمر ده. القسم ده خاص ببرنامج السيفل 3 دي. لو شفنا حاجه في، هتلاقي حاجه هنا متخصصه كرييت جراوند داتا، حاجه اسمها كرييت ديزاين، وحاجه اسمها بروفايل اند سيكشن فيو، تمام كده. في حين ان احنا عندنا على اليسار هنا كل القوائم بتاعت الاوتوكاد العاديه، اللي هي الدرو والموديفاي واللايرز والكليب بورد، تمام. نفس الشيء لو انا جيت عندي هنا في الشاشه الثانيه، في قائمه انسرت، هنلاقي في الانسرت هنا على الشمال حاجه خاصه الامبورت، امبورت لاند ديسك توب، البورد لاند اكس ام ال، دي جزئيه، وبرده نفس الحكايه الانفرا ووركس والارك جي اي اس. لحد هنا كده انا خاص بالسيفل، اما الباقي ده خاص بمين؟ خاص بالاوتوكاد. هي الفكره كلها ان البرنامج السيفل قائم على برنامج الاوتوكاد. يعني انا لو انت بتسيت اب برنامج سيفل، انت مش محتاج تعمل سيت اب لبرنامج الاوتوكاد معاك، انت خلاص اوريدي برنامج الايه، برنامج الاوتوكاد بتاعك، سوري، او السيفل بتاعك في برنامج الاوتوكاد. وده نقدر نعرفه منين؟ من خلال الورك سبيس بتاعتنا اللي موجوده فوق هنا. هنلاقي 7 3 دي، هنلاقي درافتنج اند انوتيشن، مجرد ما بختارها بيبتدي يغير لي الواجهه الكامله بتاعتي، يرجع لي نفس واجهه الاوتوكاد العاديه بتاعتنا خالص. زي ما انتم شايفين لغى المجموعه في الهوم هنا، زي ما انتم شايفين لغى مين؟ لغى الجزئيه اللي كانت خاصه بال 7 3 دي. نفس الشيء في الانسرت، لغى الجزئيه الخاصه مين؟ بال 7 3 دي، ورجع لنا القوائم بتاعه الاوتوكاد العادي. يبقى انا ممكن من خلال السيفل نفسه ابتدي اغير الورك سبيس بتاعتي من 7 3 دي واخليها درافتنج اند انوتيشن والعكس، تمام كده. فالسيفل زي ما احنا شايفين تقريبا في كل منيو بيبقى السيفل واخد المجموعه الموجوده على اليسار على حسب التولز بتاعته، وبقيه المجموعه بتبقى خاصه بمين؟ خاصه بالاوتوكاد. لو جينا في قائمه موديفاي هنلاقي اغلب قائمه موديفاي هي عباره عن حاجات تبع السيفل، فيما عدا اللي على اليمين خالص دي اللي تبع مين؟ تبع الاوتوكاد. طيب ده خاص مين؟ خاص بالريبن. على الشمال هنا في حاجه اسمها التول سبيس، لو مش ظاهره معانا بنبتدي نضغط على قائمه هوم. اول حاجه هنا اللي هي التولز سبيس، تول سبيس سوري، تمام. مجرد ما بنضغط عليها بيظهر فيها اربع ايقونات اساسيه، برضو دول لو مش ظاهرين معاكم هم الاربع ايقونات اللي موجودين فوق هنا، احنا هنقفلهم حتى الاربعه. لو قفلنا الاربعه يبقى كده التول سبيس بقت فاضيه فما بتظهرش، لازم افتح واحده من الاربعه اللي موجودين او من المجموعه دي عشان تبتدي التول سبيس تظهر معايا في الرسمه بتاعتي. مجرد ما افتح مثلا اول حاجه اللي هي البروسبكتور، تمام، بيبتدي تظهر معايا التول سبيس اللي اتفعلت معايا، في نفس الوقت بتظهر مجموعه بيانات موجوده عندي هنا. نفس الشيء انا هفتح معايا حاجه اسمها السيتنجز، وهفتح السيرفي، وهفتح التول بوكس. يبقى انا معايا اربع قوائم اساسيين على الشمال هنا، دول خاصين ببرنامج السيفل. ايه فائده القوائم دي؟ البرنامج السيفل زيه زي برنامج الاوتوكاد ممكن يتعامل مع الخطوط والدوائر وما الى ذلك، ولكن السيفل نفسه فيه عناصر ذكيه مختلفه عن الاوتوكاد. فالعناصر دي عشان البرنامج يبقى مميزها عمل لها قائمه لوحدها، تقدر تلاقي كل عناصر السيفل اللي انت هتبقى موجوده معاك في الموديل بتاعك او في الرسمه بتاعتك تلاقيها موجوده على اليسار هنا. على سبيل المثال لو عملنا احنا النقاط موجوده طبعا في الاوتوكاد، ولكن السيفل ليه نوع تاني من انواع النقاط، وهنعرف طبعا بالتفصيل ان شاء الله في الجزئيه بتاعت النقاط النهارده ايه الفرق بين الاثنين. فالنقاط بتاعت السيفل نقدر نلاقيها موجوده هنا عندنا على اليسار في البروسبكتور، تمام كده. نفس الشيء لو انا عملت اسطح، الاسطح دي عباره عن زي ما نقول تجسيد لسطح الارض الطبيعيه على سبيل المثال، التجسيد دوت او الاسطح دي نقدر نلاقيها موجوده كلها هنا. عملت مسارات، عملت ريل، عملت كوريدورز، عملت شغل قطاعات، سوري قطاعات او انترسكشن تقاطعات، كل دوت كل ما هو يعتبر سيفل 3 دي هنلاقيه على القائمه على اليسار هنا اللي هي قائمه البروسبكتور. فالبروسبكتور ده بيقول لك بدل ما انا ببحث عن على سبيل المثال انا عايز ابحث عن مسار معين، لو انا عندي مخطط كامل
وعايز اوصل للمسار ده بشكل سريع، كل ما هنالك انت بتروح في قائمه الالاينمنت في السنتر لاينز، هتلاقي كل الالاينمنتس بتاعتك او المسارات بتاعتك بتاعت الطرق موجوده هنا، تقدر توصله مباشره من هنا، وده ان شاء الله هنشوف ايه لما يكون معانا بيانات في اللوحه. فكل عناصر السيفل موجوده هنا، فاي عنصر انت ما لقيتوش هنا اعتبر ان دوت مش عنصر سيفل، مش هتلاقيه موجود هنا، هتبقى عنصر ايه، عباره عن عنصر كاد عادي خالص، ما فيهوش ايه، ما فيهوش اي تفاصيل او ما فيهوش عمليه السمارت، لان هي فكره عناصر السيفل هي عناصر ذكيه، عناصر بتتفاعل مع بعضها البعض، في نفس الوقت بتاثر في بعض، لان زي ما هنشوف ان شاء الله برضو في التفاصيل قدام باذن الله. لو انت عملت مثلا على سبيل المثال عملت سطح اللي هو يمثل تكسيد للارض، سطح الارض الطبيعيه مثلا، وانت جايبه من داتا عباره عن رفع مساحي من الموقع، فرفع المساحي يعني تطور بوينتس، وعملت السطح دوت من البوينتس دي، لو انت غيرت اي تغيير في البوينتس مباشره بيتغير معاك في السطح، وزي ما هنشوف بعد كده ان شاء الله ان التغيير دوت انت ممكن تعمله بشكل اوتوماتيك، بحيث اي تغير هو البرنامج مباشره يغير ويدي لك النتيجه الفعليه، او انه يدي لك انديكيشن خد بالك ان حصل تغير هنا، هل اعمل ابديت ولا لا، والتغير ده كان ايه بالظبط. يعني هو عشان بس في ناس ممكن يقول لك طب ما هو لو اتغير بغير القصد هتبقى مشكله بالنسبه لي، انا ما عرفتش الوضع ايه تمام او ايه اللي اتغير. لا، هو البرنامج بيدي لك الاثنين اوبشن، يا اما بتعملها مباشره ان انت بتعمل ابديت مباشره انت بتتحكم في الجزئيه دي، او انك بتعمل الابديت بتاعك ده يكون بنوتيفيكيشن، لازم انت تشوف النوتيفيكيشن بتاعتك وتبتدي ايه وتبتدي تشوفه. هو في حد بيكتب على الشاشه يا شباب ولا ايه؟ معلش انا اسف. طيب دي اللي هي القائمه الاولى اللي هي قائمه بروسبكتور. القائمه اللي تحتيها عباره عن السيتنجز، السيتنجز اللي هي الاعدادات الخاصه بالعناصر دي. على سبيل المثال احنا دايما هنبتدي باول عنصر بتاعنا اللي هو البوينتس، لو انا جيت في البوينت وقلت له السيتنجز بتاعتي هنا تمام، هلاقي ان البوينت هنا ليها تاب مخصوص بيها، مجرد ما بضغط عليها مجموعه اوبشنز كتيره خاصه بالايه او سيتنجز اعدادات خاصه بالبوينتس نفسها، حاجه خاصه بالبوينت ستايل، حاجه خاصه بالليبل ستايل، حاجه خاصه بالبوينت فورمات. معنى ذلك ان كل عنصر من العناصر اللي موجوده هنا ليه سيتنجز او اعدادات مخصوصه بيها موجوده فين في قائمه السيتنجز. زي ما انتم شايفين هم هنا مصنفهم كمان، يعني هنا العدد مش كبير، زي ما انتم شايفين مثلا على سبيل المثال احنا عندنا هنا البوينتس عنصر واحد او السيرفس عنصر واحد. لو جينا هنا مثلا فرضا في الالاينمنتس انا مش شايف مثلا في القائمه دي البروفايلز، لكن لو جيت في السيتنجز هتلاقي البروفايل، وهتلاقي البروفايل فيو، وهتلاقي السوبر اليفيجن فيو، لان العناصر دي البروفايل والبروفايل فيو والسوبر اليفيجن فيو والسامبل لاين والسكشن والسكشن فيوز مثلا، كل دول تندرج تحت عنصر واحد بس اللي هو مين؟ اللي هو الالاينمنت. مجرد ما انت بتعمل مسار تقدر تعمل الحاجات دي كلها تحت منه، ولكن هنا في السيتنجز هو موسع كل شيء، كل عنصر منفصل بذاته ليه السيتنجز بتاعته. تمام كده؟ يبقى كل عنصر عندي هنا ليه سيتنجز بتاعته، وكل عنصر بتخش عليه بيقول لك والله هنا تقدر تتحكم في حاجه اسمها مثلا البروفايل فيو ستايل، تقدر تتحكم في الليبل ستايل، تقدر تتحكم في الباند ستايل، تمام؟ ومجموعه ستايلات موجوده. تمام؟ فدي كده اللي هي قائمه مين؟ قائمه سيتنج. قائمه سيرفي دي خاصه باعمال المساحه. طبعا احنا للاسف مش هنقدر نفرد لها، لان هي موضوعها كبير جدا في السيرفي المساحه، مش هنقدر نفرد لها مكان معانا في الكورس هنا، ولكن ما تقلقوش دي مشروحه بالكامل عندي على القناه برضو، هبقى اعمل لكم اللينك بتاعها للي حابب ايه يحب يشوفها. هي اهم حاجه في قائمه السيرفي انا في رايي، يعني لان قائمه السيرفي تنفع جدا في حالتين، في حاله لو احنا بنعمل اعمال مساحيه زي تصحيح ترافرسات وما الى ذلك ممكن موجوده بقى. موجوده معانا، او لو احنا بنعمل رفع مساحي لمناطق موجوده. على سبيل المثال انا عملت رفع مساحي لمدينه قائمه وعايز ابتدي ارسم الرفع المساحي ده بشكل اوتوماتيكي، انا مش عايز ارسمه يدوي، مش عايز انزل النقاط وابتدي اوصل خطوط وبولي لاينز ولاينز ما بين مين؟ وما بين الخطوط وبعضها. في نفس الوقت عايز اوفر على الناس اللي بترفع في الموقع ان هي ما ترفعش ديتيلز كتيره جدا، في حين ان هو ممكن يرفع لي ثلاث اربع نقاط يوفر علي مجهود كبير جدا. فالبرنامج في قائمه سيرفي دي بيدي لك الاوبشن ده، بيدي لك مجموعه شورت كاتس او مجموعه كودز، الراجل اللي هو بيرفع في الموقع اللي ماسك الجهاز المساحي وبيرفع في الموقع يحط شويه الكودز دي، الكودز دي ليها دلالات معينه، مجرد ما بيجيبها هنا على البرنامج انت بتبقى مجهز قائمه سيرفي بالاكواد اللي انت بتديها للراجل ده، مجرد ما انت بتعمل انسرت للنقاط او بتعمل ادراج للنقاط بتاعتك في الرسم مباشره البرنامج بيرسم لك ما هو تم رفعه في الموقع، بيرسمه لك كما هو. لو رسمت مثلا انت على سبيل المثال انت بترفع دوار او بترفع صينيه او بترفع راوند اباوت ايا كان المسمى على حسب الدول اللي موجوده، وانت بترفع الدوار هو عباره عن دايره كبيره، فانت بتحتاج نقاط كتيره عشان تقدر ترسم الكيرفتشر بتاعت الدايره دي نفسها. في حين ان في قائمه سيرفي لا، انا ممكن ارسم الدوار ده كله بثلاث او اربع نقاط فقط،
كل ما هنالك ان البرنامج سوري الراجل في الموقع هيرفع 4 5 نقاط تمثل جزء النقاط على الدايره نفسها، وبجيبها للبرنامج هنا مجرد ما بعمل لها انسيرت هو اوتوماتيك بيرسم لي الدوار بشكل ايه بشكل كده. دي قائمه السيرفي، فانا في رايي ده اقوى مجال تقدر تشتغل فيه قائمه السيرفي، وخاصه لو انت بتعمل رفعات مساحيه لمدن سكنيه وما الى ذلك، وبتحب ان انت ترسم ايه ترسم الحاجه دي بعد ما تخلص. تمام لحد كده. معانا هنا الحاجه الرابعه اللي هي حاجه اسمها تول بوكس. تول بوكس دي خاصه بما هو ريبورتس مانجر، اي ريبورت انت عايز تعمله للبرنامج بتقدر تلاقيه هنا. زائد ان هو في مجموعه ميسلينيوس تولز دي زي بيعمل لك ريبورت ادفانس شويه عن الريبورت العادي، بيعمل لك اكسبورت للملفات بتاعتك لمثلا كي ام ال او اللي هو يعتبر جوجل ايرث بشكل عام، وان شاء الله ده برضه هنشرحها بعد كده بتفصيل خلال الموضوعات بتاعتنا. واحيانا بيبقى فيه كولابريشن ما بين البرنامج السيف 3 دي وبرامج تانية زي مثلا البرنامج اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم الاوبن رود، وبرامج تانية زي اللي هو المايكرو ستيشن وما الى ذلك، بتيجي القائم بتاعته فين؟ في الميسلينيس تولز. تمام كده. زي برضو بتيجي في حاجه تانية اسمها الكونتري كيت. الكونتري كيت دي عباره عن الستاندر بتاع دول معينه، بينزل بشكل ملف ان احنا بنعمل له زي سيت اب وبتنزل معايا موجوده هنا. على سبيل المثال مثلا في الكونتري كيت خاصه باليو كي، اليو كي مثلا عامله ستاندر خاص لشكل القطاع بتاعها، عامله ستاندر خاص لشكل البروفايل بتاعها، عامله ستاندر خاص لل هي مثلا على سبيل المثال الديزاين كارتيريا بتاعتها او الكود بتاعها. تمام كده. فعشان انت ما تبحثش عنه، هم لا هم عاملين ايه؟ عاملين الكلام ده كله بشكل سهل وبسيط. انت بتنزل البرنامج ده من موقع اوتوديسك نفسه اسمها الكونتري كيت على حسب الدوله اللي انت بتشتغل تبعها. طبعا للاسف الدول العربيه ما فيش اللي هي كونتري كيت، اغلب الدول الخارجيه ليها لكن الدول العربيه منهاش. مثلا امريكا الكونتري كيت بتاعتها كبيره جدا، هي مكتبه كامله بيبقى فيها مجموعه حاجات كتيره على حسب اللي هم عاملينها، يا اما فيها حاجه اسمها الاسامبليز اللي هي العناصر التصميميه مثلا للطريق نفسه، الكود الامريكي مثلا اللي موجود او التحديثات بتاعته وما الى ذلك، بينزل مباشره عندك هنا وبيتفعل في البرنامج مباشره، بحيث انت ما تحتاجش ان انت تسال ايه هو لو انت مثلا غريب عن البلد وجيت اشتغلت فيها، ايه هو شكل القطاع المقبول او ايه هو شكل القطاع المثالي اللي بيتعمل مثلا في اي وزاره نقل مثلا في الدوله دي او حاجه. لا هم اوريدي مجهزين، انت مش محتاج تعمل اي حاجه. وممكن برضو ان شاء الله احاول ان احنا نجيب حاجه منها ونبتدي ايه نشرحها لكم برضو خلال ايه خلال الدوره. يبقى كده احنا شرحنا اللي هي التول سبيس، ودي اهم قائمه انت هتبتدي تشتغل عليها. موجوده معاك فين؟ موجوده معاك في برنامج السيفل 3 دي. ماشي تاكيدا كده الامور تمام ولا ايه؟ الو ايه يا باشمهندس الامور تمام اتفضل. عشان انا بس احس ان انا بتكلم، معلش متعود اصلا دايما انا متعود ان انا بسجل لوحدي وبقف وبستنى وكده، فسامحوني معلش. معاك والله الله يبارك لك يا رب. تسلم حبيبي. طيب لحد كده احنا شفنا بشكل عام ايه الواجهه الاساسيه بتاعت البرنامج. زي ما قلنا كل البرنامج نفسه مقسوم كالريبون فو مقسوم نصين، نص للكاد ونص للسيفل. زائد عندنا على الشمال هنا اللي هي التول سبيس. تمام كده. زائد في عناصر او في الريبن مجموعه قوائم مش موجوده اساسا في الكاد، ودي زي ما انتم شايفين مثلا دي حاجه خاصه بالانالايز، يعني تعمل اي تحليل لاي حاجه هتلاقيها موجوده هنا. هتعمل مثلا حساب كميات حفر والرد، ما تعمل عايز تعمل ريبورت للحساب الكميات والحفر والرد، عايز الفيزيبيليتي تشيك، يعني اي حاجه تحليليه ممكن تجيبها من هنا. عمليه الاوت بوت، عمليه اخراج الداتا هتلاقيها برده كلها هنا. ممكن تخرج الداتا بتاعت السيفل ان شاء الله بعد كده زي ما هنشوف تخرجها لبرامج تانية، لبرامج مثلا زي انفرا ووركس، بس انت تخرجها لبرامج زي الريفت وما الى ذلك. لان الفكره ان اوتوديسك هي موفره عمليه الكوربريشن ما بين البرامج وبعضها البعض، فعشان كده هم عاطينك اوبشنز كتيره عمليه استخراج مين، استخراج الداتا بتاعتك من الرسمه بتاعتك للايه للبرامج الاخرى باشكال مختلفه. طبعا هنا هتلاقي مثلا قائمه خاصه بالانفرا ووركس ازاي تبعت للانفرا، لان الانفرا تو ويز يعني بتبعت لها وتاخد منها الانفرا ووركس. طبعا الكوربريت هنا برضو في مجموعه حاجات، يعني البرنامج فيه تولز، طبعا في الاكسبريس تولز دي تحت الاوتوكاد لوحديه، في تولز كتيره مش موجوده في السيفل، مش موجوده سوري في الكاد، ولكن مفيده عندك جدا. برضو هم دخلوا حديثا السنه اللي فاتت تقريبا 2020 دخلوا الداينامو. الداينامو ده كان مشهور جدا في الريفت، انا صراحه لسه ما بداتش فيه، بس ان شاء الله يعني ايه بعد الدوره دي ابتدي فيه كده، وربنا يسهل يبقى نعمل لنا دوره ثانيه عن الداينامو لما نوثق او ايه نثبت رجلنا فيه ان شاء الله. كده احنا اتكلمنا عشان نعمل بوينت ليست بتاعتنا، اتكلمنا عن الاجزاء الاساسيه ما بين هنا وما بين هنا. طيب في عنصر مهم جدا انا حابب اقول عليه،
ان هو اي عنصر سيفل موجود في الرسمه بمجرد اختياره بيظهر لك قائمه التعديل بتاعته. يعني ايه؟ يعني لو رسمت مثلا عنصر اللي هو زي الكاد العادي مثلا امر لاين عادي خالص اهو اللي هو مثلا خليه 10 متر تمام، امر اللاين بمجرد اختياره ما بيحصلش اي حاجه في الريبن عندي فوق هنا تمام كده، ما بيحصلش اي ايه اي شيء عندي في الريبن. حين لو انا خيرت مثلا عملت انا حاجه اسمها مثلا على سبيل المثال عندي حاجه اسمها فيتشر لاين اقول له كده، ومجرد ما انا بختارها واقول له برده طوله ده 10 متر تمام، ده كده عنصر سيفل. اعرف منين هو عنصر سيفل؟ مجرد ما بختاره من هنا زي ما انتم شايفين الريبن مباشره اختلف معايا، قال لي اللي انت مختاره ده عباره عن فيتشر لاين تمام كده، ودي العناصر اللي ممكن تستخدمها سواء في تعديل الخصائص العنصر اللي انت اختارته او عمل مجموعه ادوات للعنصر اللي انت اخترته. يعني انا عندي هنا ممكن اعمل موديفاي لي، هنا ممكن اعمل موديفاي للجيومتري بتاعته او اديت للجيومتري، هنا ممكن اعمل اديت للفيجنز بتاعته تمام كده. ده عنصر اسمه الفيتشر لاين. مجرد زي ما احنا زي ما شفت انا رسمته هنا الفيتشر لاين، لو انا جيت في الفيتشر لاينز هنا طبعا هو الفيتشر لاين حاجه سبيشال شويه، فهو يا اما بيتعمل في حاجه لوحده يا اما بتعمل تحت حاجه اسمها سايت. يعني انا عايز اوصل للفيتشر لاين ده مجرد ما بضغط على كلمه سايت وسايت واحد هلاقي ان عندي حاجه اسمها فيتشر لاين، وزي ما انتم شايفين تحت على اليسار هنا اهو قال لي انت عندك فيتشر لاين. مجرد لو انا رحت مثلا بعيد كده تمام، انا مش عارف الفيتشر لاين بتاعي فين، انا عايز الفيتشر لاين ده، بعمل كليك يمين عليه وبقول له سيلكت تمام، بيختاره لي مباشره على الرسمه. واحيانا لو انا عملت كليك يمين وبقول له زوم تو، تقريبا الزوم تو مش موجوده هنا، زوم تو ادي كلمه زوم تو، هيعمل لك زوم عليه مباشره يوصل لحد عنده. طيب على سبيل المثال برضو هعمل نقطه ادي مثلا بوينت عاديه خالص مثلا في المنطقه دي وبقول له انتر انتر، ادي النقطه بتاعتنا تمام. في من ضمن الحاجات برضو اللي احنا طبعا كنا هنذكرها، احنا ممكن دلوقتي نبتدي نعمل مقارنه بين السيفل والكاد، ولكن الاساسي في بعض الاوامر او الشورت كاتس، مش الاوامر، الشورت كاتس في بيئه السيفل اللي هي المفروض يعني الشورت كات دي للامر. يعني مثلا اللي بيدي لك امر اللاين مفيش مشكله فيه، لكن انا حبيت ارسم النقطه فبكتب في العادي بي او، فلو انا كتبت بي او هنا في السيفل نفسه قلت له انتر فبيقول لي لا، بي او ماست كولد فروم وذين انذر كوماند. يعني ايه؟ يعني كلمه البي او ده عباره عن امر لازم يبقى امر جوه امر. طب ما انا في العادي في الاوتوكاد العادي بتاعي بقول له بي او بيعمل لي امر نقطه، هنا لا. فهنا البرنامج في 7 3D اثناء العمل على برنامج 7 3D بيدي اولويه للاوامر بتاعته او بالذات في الشورت كاتس. ففي الحاله دي لو انا عايز ارسم بوينت يا اما بطلع قائمه درو هنا وببتدي ارسم البوينت، او ان انا بكتب امر ايه بوينت كامله تمام كده وببتدي ارسم نقطه ايه نقطه اوتوكاد عاديه. ادي نقطه الاوتوكاد سواء بس نعدل شكلها بي تي طيب تمام كده على سبيل المثال ونخليها نص متر زي كده ماشي، نكبرها شويه معلش 2 متر تمام. يبقى انا عندي نقطه اوتوكاد عاديه بترسمها ونقطه سيفل. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ مبدئيا على سبيل المثال لو انا ضغطت على نقطه الاوتوكاد العاديه مفيش حاجه ظهرت معايا فوق تمام، في نفس الوقت مفيش اي تفاصيل معايا خاصه بالنقطه دي، في حين ان انا لو ضغطت على نقطه السيفل نفسها ده كده عنصر سيفل. فالراجل عطاني قال لي انت عندك جنرال تولز، قال لي ممكن تعمل اد تيبلز او تعمل اديت للليبلز اللي موجوده هنا، قال لي ممكن تعمل اديت للبوينت نفسها او البوينت جروب، طبعا هنشرح بالتفصيل. في مجموعه اوبشنز هنا موجوده وفي نفس الوقت في مجموعه اوبشنز ثانيه هنا سواء الانلايز بتاعتها او اللي انا بعمل لها امبورت او اكسبورت او ترانسفير او ما الى ذلك. يعني البرنامج في نفس الوقت قال لي هنا العنصر اللي انت مختاره ده اسمه كوجو بوينت ورقمها 1 تمام كده. يبقى هو البرنامج عطاني كل التفاصيل اللي انا محتاجها الخاصه بالنقاط. يبقى انا مش محتاج ان انا ادور على تولز معينه، انا عايز مثلا اعمل اديت للنقطه هو مباشره بيجيب لي بحيث ان انا يقدر يفتح لي هنا الليسته بتاعتنا دي وابتدي اعدل مين؟ اعدل البوينتس بتاعتي، اعدل التفاصيل بتاعتها اللي انا ايه اللي انا عايزها. يبقى دي حاجه كويسه جدا في السيفل. يبقى انا ممكن اعرف مبدئيا لو انا قدامي الشكلين دول مين فيهم سيفل ومين فيهم كان، مجرد ما بختاره هو اوتوماتيك بيطلع لي الويندو، معنى ذلك ان هو ايه؟ ان هو سيفل. ساعات بيختلط على الناس ده على حسب اللوح اللي جاي لهم مثلا من مصادر اخرى، بيبقى باين مثلا كل نقطه على سبيل المثال احنا في النقطه دي هنبتدي بس نظهر بس حاجه بسيطه كده هستاذنكم حاجه زي كده ماشي، وهعمل لها موف بس عشان نشوف حاجه زي كده. انا دلوقتي بسرعه طبعا هنرجع للجزئيه دي في النقاط، اظهرت مثلا الاحداثيات بتاعت النقطه دي تمام.
مجرد ما بختارها زي ما قلنا بيظهر لي مين؟ بيظهر لي العنصر اللي فوق بتاعنا هنا اللي هو ايه الكونتكستوال ريبن، الخاص بمين؟ الخاص بالعنصر بتاعنا اللي هو البوينت. وفي نفس الوقت لو انا جيت هنا عندي حاجه في البوينت لو انا ضغطت عليها هيقول لي والله انت عندك نقطه هنا تحت على اليسار اهي، عندك نقطه رقمها واحد، الايستنج بتاعها كام والنورثنج بتاعها كام، بناء على نفس الارقام اللي ايه نكبر شويه كده هنلاقي نفس الارقام اللي موجوده هنا نفس الارقام اللي موجوده هنا. تمام، يبقى انا عندي ما دام هو عنصر سيفل هقدر الاقيه موجود فين مباشره عندي في ايه في القايمه بتاعته. انا عملت هنا برضو فيتشر لاين لقيته في القايمه بتاعته، لو انا حتى عملت هنا الاينمنت سريعا كده اللي هو يعتبر مسار من هنا لحد هنا وقلت له انتر، تمام، مجرد ما بختار المسار ده هو قال لي فوق والله انت عندك الاينمنت انت مسميه الاينمنت واحد. في نفس الوقت انا حبيت اعدل اسمه مثلا بجيب هنا في الاينمنت، طبعا البروبرتيز بتاعته كلها بتظهر لي هنا، هسميه رود واحد مثلا، مجرد بقول له اوكي تمام وبختاره زي ما انتم شايفين هو قال لي النوع اللي انت مختاره ده اسمه الاينمنت واسمه رود واحد، يبقى النوع دوت الاينمنت ورود واحد. في نفس الوقت لو انا جيت في القائمه اللي على اليسار اللي هي البروسبكتور قلت له والله انا عايز الالاينمنت هنلاقي في علامه بلس ظهرت لي هنا، طول ما العنصر عشان نشوفها برضو انا عندي هنا في الرسمه ما فيش اسطح فمش هتلاقي علامه البلس هنا، طول ما العنصر فيه علامه بلس هنا يبقى في حاجه تحت منه قائمه ثانيه مندرجه تحتيه. تمام، مجرد ما ادخل على الالاينمنت وبقول له بلس هنا هلاقيت انا عندي هنا ايه، عندي ان في الرود بتاعي اللي هو اسمه رود واحد. لو انا زي ما قلت لو انا مش مختاره او لو انا عندي مشروع كامل وعايز اوصل لرود واحد بعمل كليك يمين عليه وبقول له زوم تو مباشره بيعمل لي زوم ايه زوم عليه. تمام، نفس الشيء بالنسبه للنقاط، طول ما في نقاط في الرسمه نقاط سيفل، يعني انت لو فتحت الملف للوهله الاولى نستاذنكم بس من الغي ده، لو انت فتحت اي ملف وعشان تعرف ان هو سيفل او كاد بتبتدي مباشره بتنظر على اليسار هنا، مجرد مثلا على سبيل المثال انت شايف قدام منك في نقطه هنا من غير ما تضغط عليها لو لقيت كلمه البوينتس هنا وجنب منها النقطه السوداء دي معنى ذلك ان في نقاط سيفل موجوده في الرسم. يعني ايه؟ يعني في نقطه قابله ان هي تشتغل سيفل، لان نفس النقطه دي على سبيل المثال انا عملت لها اكس دود نشوف مع بعض هنا اكس وانتر اختفت من اختفت من عندي هنا لان ما بقاش عندي نقطه كاد، انا بقى عندي عنصر كاد سوري عنصر سيفل، بقى عندي عنصر سيفل تم تفجيره زي ما انتم شايفين، لو انا اخترته ما حصلش معايا حاجه فين؟ في الريبن فوق، وفي نفس الوقت اختفت العنصر من هنا. عشان كده كتير ناس بتبعت لي مشاكل مثلا من ضمن المشاكل يقول لي والله انا عندي لوحه سيفل بس مش شايف النقاط، البرنامج مش شايف النقاط، لان هي فعليا ما بقتش نقطه، هي فعليا لو احنا عملنا لها كنترول واحد وشفنا الخصائص بتاعتها هي بقت عباره عن بلوك، ما بقتش نقطه سيفل. البرنامج دلوقتي على وضعها الحالي كده مش هيقدر يتعامل معاها من خلال القائمه اللي موجوده على اليسار، ليه؟ لان هي مش عنصر سيفل فعلي. طبعا ممكن بقى في كذا طريقه ان احنا نرجع العنصر ده نستخرج بياناته عشان نرجعه تاني، الفكره ان احنا نعمل استخراج لبيانات عشان نرجعه تاني عنصر مين؟ عنصر سيفل، ولكن على وضعه ده هو ما بقاش عنصر سيفل. وعرفت منين؟ مجرد ما انا بصيت هنا والله ما لقيتش علامه البوينت الصغيره هنا، حتى في البوينت جروب ما لقيتش اي شيء، لقيت بس حاجه اسمها اول بوينت وفاضيه، لو مليانه كان هيبقى الديتيلز بتاعتها موجوده تحت. في نفس الوقت لو انا اخترت العنصر ما ظهرليش الايه الريبن بتاعه فوق، فبالتالي ده ما بقاش عنصر ايه؟ ما بقاش عنصر سيفل. اما عنصر سيفل زي كده مثلا اللي هو الفيتشر لاين هو ظهر لي وقال لي ده اسمه فيتشر لاين، برده لو عملت له اكسبلود تمام كده اضغط عليه ما بقاش موجود معايا ايه؟ موجود معايا، رغم ان هو طبعا مثلا ماسك موجود في اللاير دي او كده، ولكن ما بقاش عنصر سيفل لانه تم تفجيره، بقى عباره عن ايه؟ لو عملت كنترول واحد بقى عباره عن بولي لاين. طبعا دايما ويفضل برضو الناس طبعا بتجيب لنا اسئله كتير وان شاء الله احنا نحاول نجاوب على الاسئله بشكل عام، ولكن هي الفكره كلها حاول دايما كده تبقى انت واخد ستيب زياده قبليها اللي هو ايه؟ اي عنصر انت شاكك فيه اضغط عليه كنترول واحد وشوف نوعه ايه. واخد بالك؟ لان مش شرط الشكل ده هو الشكل ده شكل سيفل ولكن هو فعليا مش سيفل هو مثلا بلوك، فعشان تبقى انت عارف استباقيا الملف بتاعك ده قبل ما تبتدي تسال حد مثلا او لان احيانا الناس بتسال طبعا وربنا بيقدرنا ان احنا بنجوع على الناس، ولكن ساعات بنتاخر عليهم، فبدل ما تستنى نحاول انت نفسك تحل موقفك او تحل مشكلتك ازاي؟ انت بتشوف العنصر ده ليه مش قابل معاك، اعمل كليك عليه وقول له كنترول واحد بيدي لك التفاصيل بتاعته كامله يقول لك ده بلوك، يبقى انت عرفت ان ده ايه بلوك مش عنصر ايه مش عنصر سيفل. تمام كده، اتمنى لغايه كده الامور تبقى سهله وبسيطه وواضحه. هنبتدي دلوقتي نعمل مقارنه بسيطه ما بين السيفل والكاد وايه المشاكل اللي بتظهر، لان في مشكله اساسيه عندنا بتظهر في حاله لو احنا فتحنا ملف كاد في سيفل، وهنعرف ايه المشكله دي وايه تطوراتها وايه امورها. لحد كده الامور واضحه شباب ولا في حاجه؟ تمام يا باشمهندس، تمام.
الله يبارك لك يا رب. مهندس عمر، عجباك الدوره ولا ايه؟ عشان انت كنت مستنيها قلت لي وكده. اهو ممتاز، انا عمال اتعلم اهو، ان شاء الله طب عليا باذن الله الله على يبارك طول. لك يا رب، الله يبارك لك يا رب. الف من ضمن شكر. الحاجات برضو بخصوص التعلم، استاذنك معلش، حتى للشباب اللي موجودين معانا دايما كده، خدها قاعده معاك، لما بتشوف حاجه جديده او بتشوف فيديو جديد، ما تبتدئش على طول ان انت تاخده وتبتدي تشتغل، لان يعني في ناس كانت بتعمل الخطوه دي اللي هو يبتدي يشتغل مع الفيديو على طول. لا، عاده اتفرج على الفيديو، بالذات لو فيديو مثلا صغير او حاجه، مثلا نتكلم في ربع ساعه نص ساعه، تتفرج عليه بالكامل عشان تعرف الفكره من البدايه لحد النهايه، وتبتدي بعد كده تعيد الفيديو تاني وتبتدي تطبق. ده البيزك كونسبت اللي انا دايما لما بشتغل بيه كده. انا مثلا لما بدور على حاجه ما باخدش اللي انا عايزه بهرب، لان في ناس بتعمل كده، بيخش يتفرج على حته، انا خلاص خدت اللي انا عايزه، بيطلع من الفيديو وخلاص على كده. هي الفكره ان دايما عاده اللي بيشرح الايديال او الحاجه النموذجيه ازاي بتتعمل. يعني مثلا انا هشرح نموذجيا ازاي مثلا بتحل المشكله دي، بس في حلول اخرى لنفس المشكله دي. افرض انت وقعت في المشكله دي بس مش عارف توصل للحل الاول، ما نفعش معاك، فتلاقيه يرجع تاني يسال. طب يا جماعه والله في نفس الفيديو، يقول لي بقى انا اتفرجت مثلا على الفيديو ما لقيتش. لا، الفيديو مثلا احنا حللنا المشكله دي بثلاث اربع طرق. فدايما مثلا اتفرج على الحاجه كلها على بعضها، خد منها الفكره، ان انت اكيد هتستفيد منها، فخد منها الفكره وبعدين ابتدي يرجع تاني اتفرج عليها وطبق في الجزء اللي انت عايزه، ولكن انت استفدت ببقيه الايه، محتوى الفيديو. فاتمنى دي يعني نصيحه مني ليكم، اعملوها دايما كده. يعني تعالى نفسك شويه، اتفرج على الفيديو كله تمام وبعدين تكمل. طيب، هنبتدي بس نشوف حاجه بسيطه اللي هو الكاد والسيف. تمام، هنفتح معلش بس الكاد، هستأذنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ده الكاد وده الصفر، تمام، سايد باي سايد كده نجيب الكاد وده نجيب الصفر. الفرق الاساسي ما بين الكاد وما بين السيفل التمبليت اللي بيتفتح. التمبليت اللي بيتفتح لما بتيجي تفتح ملف في الكاد، وبتيجي مثلا على اللايرز بشكل عام، دي حاجه اقف هنا واقول له انا عايز اشوف اللايرز، بتلاقي لاير زيرو فقط. ده رقم واحد، اول حاجه بتلاقي ان اللاير بتاعتك لاير زيرو، في حين ان السيفل لو انت فتحت ملف جديد، انا هقفل ده تمام، واقول له انا عايز افتح ملف جديد، ده ملف جديد ما فيهوش اي شيء، ما عملناش فيه اي شيء. لو جينا هنا على اللايرز ولقينا، هنلاقي فيه لسته طويله جدا من اللايرز اللي موجوده، رغم ان الملف فاضي وانا فاتحه لسه جديد. اللايرز دي جايه منين؟ البرنامج زي ما قلت لكم، برنامج 7 3 دي لما بيجي يفتح التمبليت بتاعه، لو انا جيت على قائمه الستارت وجيت قلت له مثلا انا عايز اعمل نيو تمام كده، وبقول له براوز تمبليت، هنلاقي حاجه اسمها ان تمبليت 7 3 دي متريك وتمبليت 7 3 دي امبريال. دول الفرق ما بينهم وما بين بعض، زي ما قلت لكم على الديسك توب احنا لما بنيجي نفتح بيفتح الامبريال والمتريك. هي الفكره كلها ان الشورت كات اللي موجود على الديسك توب اللي بتفتح المتريك بتختار لي اوتوماتيك مين التمبليت ده، اما في حاله لو انا فتحت من قائمه الامبريال هو اوتوماتيك بيختار لي مين التمبليت ده. تمام، يعني حتى لو انا فتحت، لو انا بالغلط فتحت الامبريال، مجرد ما هنالك اللي انا هاجي اقول له انا عايز اعمل نيو ملف جديد، سوري عايز اضغط عليها مباشره، المفروض بقى اضغط هنا نيو، بقول له براوز تمبليت، وساعتها بختار المتريك هيفتح لي مين؟ هيفتح لي التمبليت بتاع المتريك. الفكره كلها ان التمبليت لما بيفتح ما بيتفتحش وما بيكونش فاضي، لا، البرنامج اوريدي محمل بمجموعه حاجات. رقم واحد ده برنامج السيفل، اما برنامج الكاد طبعا هو ما فيهوش اي حاجه، لا في دايمنشن ستايل ولا في سكيلز ولا في اي شيء، هو بس اللاير زيرو وخلاص على كده. اما البرنامج السيفل لا، لو احنا فتحنا معلش هنكبر شاشه السيفل شويه، استاذنكم نبص اول حاجه كده على الشمال تحت، هنلاقي ان برنامج السيفل فيه مجموعه سكيلز موجوده هنا، ده الانوتيشن سكيل خاصه بمين؟ خاصه ببرنامج السيفل، ده رقم واحد. رقم اثنين، البرنامج نفسه لو جينا في قائمه سيتنج وبنعمل كليك يمين وبنقول له ايديت، بيديني ان انا عندي مين؟ عندي الاوبشن ان انا بالمتر تمام كده، وبيديني ان في عندي كوردينيت سيستم ممكن اشتغل بيها. برنامج الكاد برده ما فيهوش الجزئيه دي. ثالث حاجه ودي الاهم اللي هو السيتنجز بتاعتنا، كل عنصر من عناصر السيفل 3 دي ليه نوعين من الستايلات، ستايل خاص بالعنصر نفسه من حيث اللون والشكل وما الى ذلك، وستايل خاص بالكتابات الملحقه بالعنصر ده. يعني ايه الكتابات الملحقه؟ يعني اللي مثلا الالاينمنت، لو على سبيل المثال انا جيت عملت هنا الالاينمنت تمام، هسميه مثلا رود ار دي 01 مثلا، وبقول له اوكي، وبرسم مثلا الالاينمنت اللي هو من هنا لحد هنا، وبضغط انتر. زي ما انتم شايفين هو رسم لي الاينمنت او مسار وكتب لي عليه كتابات.
فالكتابات دي ليها ستايل، والمسار نفسه ليه ستايل، تمام كده. طب الستايلات دي موجوده فين؟ موجوده في قائمه سيتنجز، تمام. الفكره بقى كلها ان الستايلات دي محمله في البرنامج، فعشان كده البرنامج لما بينزل بينزل بالقوايم اللي موجوده معانا، سوري باللايرات اللي موجوده دي، لان كل ما هنالك ان الستايلات دي موجوده على مين؟ الاوبشنز بتاعتها. لو جينا مثلا على سبيل المثال في البوينت، في البوينت ستايل، وجيت مثلا في قائمه البيزك عملت كليك يمين وقلت له اديت، وجيت في قائمه الديسبلاي هنا بيقول لي مين؟ بيقول لي والله ان الماركر او شكل النقطه دي موجود على لير اسمها في نود، تمام كده؟ والليبل ده موجود على قائمه اسمها في نود داش تكست. ليه؟ بقى كده هو اوريدي البرنامج بيتحمل بالليارات دي، لان الليارات دي هي اللي عليها الستايلات بتاعت البرنامج. اما في الكاد طبعا احنا ما عندناش اي ستايلات، ما عندناش اي شيء، فعشان كده برنامج الكاد بيطلع لي مين؟ بيطلع لي اللاير بتاعته صفر، اللي هي الزيرو اللي هي فاضيه وخلاص على كده، تمام. يبقى ده اول شيء، ان التمبليت بتاع السيفل لما بتفتحه لازم يظهر معاك الليارات دي. والليارات دي على فكره للعلم يعني مش موجوده كده اعتباطا او مسمياتها كده، غير ما يعني مش مسميات سيفل دي، بناء على الكاد ستاندرد، ناشونال كاد ستاندرد. طبعا هي كانت في محاضره حلوه جدا، انا مش عارف صراحه بين اريبيا عندهم محاضرات الموضوع ده ولا لا، ولكن اكاديميه الدارين كان صراحه في كورس جميل جدا عن الموضوع ده. كل مسمى او كل او كل حرف من الحروف الموجوده، عشان في ناس ممكن ما تعرفش الكاد ستاندرد، نقول سريعا كده، كل حرف من الحروف الموجوده دي ليه دلاله. السي دي مثلا الحاجات الخاصه بالسيفل، لانه اختصار كلمه انوتيت مثلا على سبيل المثال. مثلا على سبيل المثال لو قلت سي بريدج ديك، يبقى هو هنا قصده ان السي دوت اللي هو ده سيفل، البريدج دوت اللي هو الكوبري، تمام. والديك يبقى دي الخرسانه بتاعت الديك او الخرسانه العلويه للكوبري. هنا برضو عندي سي بريدج ابارتمنت. طب هنا اساسا بي ار دي جي انا ما عرفتش هي ايه. لا، هو البرنامج الناشونال كاد ستاندرد موجود في كل لاير، انا هحاول حتى افتحها لكم لما ناخد البريك. كل لاير موجوده، المسمى بتاعها عباره عن ايه والاختصار بتاعها ايه، بحيث الفكره كلها لو انا عملت الشغل، انا هنا مثلا موجود في السعوديه حاليا، وانا عملت الشغل بتاعي بناء على الناشونال كاد ستاندرد ده، وبعت الشغل بتاعي ده مثلا امريكا او بريطانيا او اي مكان في حوالين العالم، مجرد ما الناس توصل لها الشغل ده تفهم مباشره العنصر المرسوم ده عباره عن ايه. انا مش محتاج اقول له انديكيشن والله، او اعمل له ليدر اقول له العنصر ده بوينت مثلا، او دوت البريدج ديك، او مثلا ده الابارتمنت بتاع الكوبري او ما الى ذلك، تمام. يبقى كل عنصر مباشره هو مجرد ما بيختار العنصر بيبان له في اللاير على طول، اه والله اللاير دي بتقول ان هو البريدج ديك، يبقى ده كده سطح سطح مثلا الكوبري من فوق، ده مثلا الايدج رود وما الى ذلك. فطبعا كل حاجه خاصه، الكود بتاعها مثلا السي ده خاص بالسيفل، لو ماشينا قدام شويه هنلاقي حاجه تانية اللي هي الفي، عاده الفي دي خاصه بالمساحه، يعني الاعمال المساحيه غالبا بتلاقيها هنا. فعشان كده اغلب الحاجات اللي هتلاقيها مثلا عمليه رفع هتلاقيها مثلا موجوده في السي، لكن الحاجات التصميميه غالبا ممكن تلاقيها في سوري في الفي، الحاجات التصميميه ممكن تلاقيها في السي وهكذا. يبقى الناشونال كاد ستاندرد صراحه هي في دوره جميله جدا، لو حابين ممكن ابقى اعمل لكم منشن ليها، او يعني ابعت لكم اللينك بتاعها. شاب مصري برضه اسمه معتز صراحه شرحها بالتفصيل، ويعني الفكره انت ممكن ما تستخدمهاش قوي دلوقتي، ولكن انا انصحك ان انت تتفرج عليها، لان انت هتستفيد معلومه جديده كويسه جدا في عمليه الناشونال ايه ناشونال كاد ستاندرد. فالبرنامج نفسه زي ما انتم شايفين عامل العناصر بتاعته، او عامل الستايلات بتاعته، سواء ستايلات الكتابه او ستايلات العنصر نفسه، بناء على مين؟ على الناشونال كاد ستاندرد، وحاططها في اللايرز بتاعتها. انت طبعا ممكن تغير اللايرز دي او تغير مسمياتها زي ما انت عاوز، ولكن هو الاساسي بينزل كده. حتى لو انت جيت عملت بيرج دلوقتي للملف مش هيرضى يشيل لك مين، مش هيرضى يشيل لك الليرات، لان هي موجوده اوريدي في الستايلات بتاعتك هنا، تمام كده. يبقى ده كلام تاني حاجه اللي هو ايه، ان البرنامج نفسه بينزل بمجموعه ليرات وبينزل بمجموعه ستايلات موجوده يعني موجوده معانا هنا. زي ما قلنا اللي في اللي عندنا الامبريال وعندنا المتريك، الفرق ما بينهم وبين بعض مثلا على سبيل المثال هنا السكيل بتاعنا هنا زي ما انتم شايفين 1 الى 1000، 1 الى 200 وما الى ذلك. لكن لو انا فتحت الامبريال على سبيل المثال برضو نشوف الامبريال فرقه ايه، هو بيفرق في الحاجات الاساسيه في السكيل اللي موجود تحت على اليسار هنا اللي احنا شفناه ده. لحظه واحده بس يفتح معانا. اهو دلوقتي اللي احنا فاتحينه ده الامبريال، مجرد ما بضغط هنا زي ما شايفين السكيل مختلف تماما عن مين؟ عن السكيل بتاعنا، تمام. الوحدات الاساسيه، انا اسف معلش، الوحدات الاساسيه عندي هنا في اوف انا قفلت، انا اسف، اوبن او نيو سيتنجز
لو جيت هلاقي الوحدات الاساسيه بالفيت، تمام كده. برضو من الحاجات المهمه جدا الستاندر اللي بيشتغل عليه البرنامج. بمعنى ايه؟ لما تيجي ان شاء الله بعد كده ونشرح في الطرق، اثناء وانت بتعمل الطريقه، على سبيل المثال لو انا جيت في الالاينمنت هنا وجيت قلت له والله انا عايز اعمل الاينمنت او اعمل الاينمنت من جديد، تمام. زي ما انتم شايفين هو اوريدي شغال بالفيت والانش، هيشتغل بالفيت والانش طول الشغل، زائد الديزاين كارتيريا بتاعته اللي هي الستاندر بتاعه، او زي ما بيقول الكود بتاعه، هيبتدي يشوف الكود بناء. طبعا مثلا انا قلت له على سرعه 60، فهو هنا جايب لي مايل بير اور، يعني ميل في الساعه. في نفس الوقت لو انا قلت له الديزاين كارتيريا بتاعتي، هيبتدي يشوف لي مين، يشوف لي هو انت شغال والله الرود واي بتاعك، الرود واي ديزاين ستاندر اللي هي بتاعت 2011 الامبريال، يبقى هو مختار لي هنا عناصر التصميميه الخاصه بالامبريال، كل الوحدات الامبريال. لو على سبيل المثال طبعا هو محمل البرنامج بالكود الاشتو اللي هو ال 2014 وال 2018 الجديد حتى وال 2011، تمام، 2004 سوري، و2011 و2018. فزي ما انتم شايفين طول ما انا فاتح في الامبريال هو مباشره شاف لي الكود الخاص بالامبريال. لكن لو انا رحت لنفس البرنامج السيفل اهو، هبتدي اقول له والله انا عايز اعمل الاينمنت جديد، تمام، وباجي في نفس المكان وبقول له زي ما انتم شايفين اول حاجه قال لي ان السرعه بتاعتك كيلومتر في الساعه، حلو. في نفس الوقت الستاندرز بتاعتي قال لي ايه، انت شغال بالمتر، هو شاف اوتوماتيك المتر. يبقى ده الفرق الاساسي ما بين هنا وما بين هنا، تمام. اللي انا لما بفتح التمبليت، انا سميه التمبليت، لما افتح التمبليت بتاع المتريك فبيجيب لي كل ما هو مرتبط بالمتريك بعد كده، سواء بقى في الديزاين ستاندرز بتاعتي، في الاكواد بتاعتي وما الى ذلك، تمام، وبرده في السكيلز بتاعتي. اما لو انا فتحت في الامبريال بيجيب لي حاجه الايه، حاجه الامبريال. طبعا في الكاد لا حياه له من تونيدي، لا ده ولا ده. الكاد غلبان يعني، ملوش دعوه بالموضوع خالص. فده كده الحاجات الاساسيه ما بين هنا وما بين هنا. ايه بقى المشكله المترتبه على اختلاف ان الكاد ان السيفل سوري، لو انا فتحت ملف كاد جوه السيفل، ملف كاد جوه السيفل، لان الفكره كلها لما بفتح انا ملف الكاد جوه برنامج السيفل، ملف الكاد نفسه ما فيهوش ستايلات، ما فيهوش الليارات بتاعتي، ما فيهوش اي شيء. على سبيل المثال انا هفتح ملف الكاد هنا، اقول له اوبن، تمام، انا مجهز لكم ملف كده كتيست على الديسك توب اللي هو احنا مسميه اوتو ديسك هنا بوينت مثلا اللي هو ده سايد اكزامبل داتا، وبقول له اوبن. انا كده فتحت ملف كاد جوه السيفل، انا اقدر اشتغل عليه كما هو، ما فيش اي مشكله. ولكن المشكله كلها هتجيلي في حاجات معينه. رقم واحد، لو انا بصيت هنا في السكيل زي ما انتم شايفين جايب لي سكيل مختلف تماما عن السكيل اللي انا بشتغل بيه، حلو، مش اللي هي واحد ل 100، واحد ل 1000 وما الى ذلك. ده رقم واحد. رقم اتنين، لو انا جيت في مثلا في البوينت واقول له والله انا عايز اعمل بوينت ستايل، هيقول لي والله انت عندك الستاندر. طب انا عايز اعمل الاينمنت، كان الاينمنت دلوقتي فيه عناصر كتير، فالاينمنت ستايل هيقول لي ستاندر. هيبقى كل حاجه عندي ستاندر. ليه؟ لان برنامج سوري التمبليت اللي اتفتح عليه الكاد اساسا ما فيهوش اي ستايلات، ما فيهوش اي شيء. فبالتالي لما هيفتح عندك هنا في السيفل هو انت فتحته في السيفل وكل شيء، ولكن السيفل بيشوف محتوى الاساسي بتاع التمبليت. محتوى الاساسي التمبليت ما فيهوش الليارات بتاعتي زي ما انتم شايفين، هو في مجموعه الليارات اللي هي اللي انا كنت شغال، عشان طبعا كنا شغالين بالمشروع بتاعنا في الكاد ستاندرد، شغالين بس مجموعه الليارات دي اللي هي العناصر اللي موجوده، والعناصر كلها هنا موجوده عباره عن خطوط ودوائر وبلوكات وما الى ذلك. فالعناصر دي ما لهاش ستايلات، الكاد ما عندوش ستايلات للموضوع دوت. فلو انا حبيت اشتغل على لوحه زي كده، يفضل ان انت ما تشتغلش على الوضع كما هو دلوقتي. ليه؟ لان الوضع كما هو هتتعب كتير جدا، ان انت هتعمل لكل عنصر من عناصر السيفل اللي بعد كده اللي عايز تعملها. مثلا على سبيل المثال انا عايز اعمل نقطه، هبتدي اعمل لها ستايلاتها من جديد، هبتدي اعمل سطح هعمل له ستايلاته من جديد. ليه؟ لان كل شيء راحت الستايلات بتاعته، كل شيء بقت الستايلات بتاعته ستاندر. في حين مثلا اهو زي ما انتم شايفين هنا انا عندي السيرفس ستايل هي حاجه ستاندر بس، لكن لو فتحت اللوحه الاساسيه وقلت له والله اللي هو التمبليت الاساسي بتاع السيفل، وقلت له سيفل سيرفيس ستايل، زي ما انتم شايفين كام قد ايه عدد الايه الستايلات اللي موجوده، تمام كده. وطبعا الستايلات اللي مش فاهم الستايلات ايه، اللي هو زي ما قلنا الشكل العام بتاع السطح، سواء ستايلات او سوري الشكل العام بتاع العنصر السيفل، سواء شكله ولونه وما الى ذلك، او شكل الكتابات المرتبطه بيه. فهو البرنامج محمل زي ما قلنا بالموضوعات دي كلها. لكن في حاله لو انت فتحت ملف كاد مباشره في السيفل وحبيت تشتغل، هتبتدي زي ما بيقولوا ايه فروم زيرو، هتبتدي من البدايه، وطبعا ده هياخد مجهود ووقت وتعب كتير جدا جدا جدا. طيب الحل هنا ايه؟ هو طبعا في حلين، حل غير محبب وحل محبب. الغير محبب اللي انت بتيجي على قائمه مانج وبتيجي تقول له امبورت ستايلز، هنا بتعمل ستايلز اللي سوري هيعمل لك الامبورت الستايلز، هيجيب لك الستايلات كلها من اي ملف تاني، ملف سيفل حتى لو ملف فاضي،
حتى لو ملف فاضي مجرد ما بتقول له امبورت هو طبعا هيقول لك اعمل سيف للرسمه الاول، مجرد بتقول له امبورت بيقول لك فين الملف اللي انت عايز تجيب منه الداتا. تقول له والله حتى لو ملف فاضي زي ما قلت لكم بتعمله ملف فاضي على الديسك توب، بتقول له هو الملف ده ويبتدي يستدعي لك. نجرب كده على سبيل المثال، انا عندي الرسمه دي اسمها دروينج واحد وفاضيه ما فيهاش اي شيء، بقول له كنترول اس هسيبها في البوينت هنا واسميها دروينج باسم دروينج 2 ما فيش مشكله. وهاجي هنا واقول له كنترول اس، لازم اعمل سيف الاول قبل ما ابتدي استدعي الستايلز، فبقول له امبورت ستايل تمام، فبيقول لي فين الستايلات بتاعتك، فبروح انا عندي هنا في اللي هو السيفل في البوينتس اللي هي دروينج نمبر 2 وبقول له اوبن. هو دلوقتي بيبتدي يعمل تحليل للملف اللي هيجيب منه. زي ما انت شايفين قال لي والله انت عندك ستايلات في كل العناصر دي في الجنرال والبوينت والسيرفيس والبارسل وما الى ذلك، لو انت عايز تستدعيهم كلهم اوكي، مش عايز تستدعيهم كلهم تبتدي تضغط هنا وتشيل ايه، وتشيل كل الايه كل اللي موجودين على اللي سوري اضغط هنا تقريبا اه يعني او تشيل بتشيل عامه كل الايه كل العلامات اللي موجوده لان فيها طبعا اندرلايز يعني في حاجات ايه تحت بعضيها. وزائد برضو في الامبورت سيتنجز لو انت عايز تعمل امبورت للسيتنجز تمام. ففي الحاله دي انا عايز ايه، عايز كله وبقول له اوكي وبقول له اوكي وبنتظر لحظات بيبتدي هو يعمل استدعاء لكل الاستايلات اللي موجوده في الملف اللي انا اخترته للملف اللي انا موجود فيه. طبعا دي حلوه جدا في حاله لو انت بتنقل استايلات ما بين ملف سيفل لملف سيفل تاني، يعني مثلا على سبيل المثال انت هتبتدي تعمل استايلات زياده عن الاستايلات الستاندر اللي موجوده في ملف سيفل خاص بيك، وعايز تعمل ستاندر تمبليت اساسي تستدعي منه، ممكن في اي وقت تستدعي منه بالطريقه دي. لو انا جيت هنا في البوينت وقلت له البوينت ستايل زي ما انتم شايفين جاب لي كل العناصر الموجوده وكمان معاهم كلمه الستاندر اللي كانت موجوده. نفس الشيء هنا لو انا جيت في قائمه السيرفس وقلت له سيرفس ستايل جاب لي كل الستايلات اللي كانت موجوده في الملف الثاني زائد ملف الستايل اللي سوري الستايل اللي اسمه الستاندر اللي كان موجود بالفعل في اللوحه لما فتحتها. ده في ملف مين؟ ملف السيفل. نفس الشيء لو انا ضغطت هنا، هنا ما عملليش مين؟ ما عملليش السكيلز بتاعتي. طيب انا لا احبب الطريقه دي بالذات لو السكيل عندك هنا مش مظبوط وما الى ذلك. طب الحل ايه؟ ابسط حل واسهل حل، طبعا احنا كنا عملنا حلول كتيره ايام الفيديوهات بتاعتنا، انا هقول لكم على ابسط حل اللي انا بستخدمه على طول. كل ما هنالك افتح ملف الكاد بتاعك او اللوحه بتاعتك سواء في الكاد او في السيفل، ايا كان مفيش اي مشكله. تختارها كده كلها، تعلم عليها كلها، ولو هي عناصر كتير بتقول له كنترول سي حلو كده، فبيقول لك سيلكت اوبجكت، بتقول له اول، يبقى انا هختار كل اللي موجود في الرسم وبقول له انتر. انتر كده اخد لي كوبي من كل العناصر اللي موجوده في الرسم. مجرد ما بفتح ملف جديد في السيفل 3 دي تمام، طبعا زي ما قلنا الملف الجديد بيجي محمل بالستايلات بتاعته، بيجي كل شيء بالسكيلز بتاعته، وباجي هنا في قائمه هوم على قائمه بيست وبقول له بيست تو اوريجينال كوردينيت، يعني نزل لي الداتا اللي انت جايبها دي في الكوردينيتس الاساسيه بتاعتها. تنتظر لحظه على حسب طبعا حجم الملف بيبقى صغير ولا كبير، ففي الحاله دي هو خلاص خلص، فبعمل زوم اكستند بيجيب لي الرسمه. كده رسمتي انا استفدت بايه؟ رقم واحد استفدت ان الاستايلات بتاعتي كلها موجوده، التمبليت الاساسي بتاع السيفل 3 دي بتاعي موجود بكل تفاصيله بكل عناصره تمام، وفي نفس الوقت جبت محتويات اللوحه كلها من هنا جبتها هنا. يبقى كده ده الحاله المثاليه اللي ابتدي اشتغل عليها البرنامج. اشتغل عليها حاله مين؟ حاله الايه ان انا جبت لوحه من كاد لسيفل. ده ابسط حل واسهل حل واحسن حل. كان في حل تاني كنت شرحته انا للشباب قبل كده، ان هو انا بعمل انسرت للوحه الكاد جوه لوحه السيفل من خلال قائمه انسرت العاديه تمام كده، وبقول له ادي الانسرت تمام، وبقول له بلوك فروم لايبراري، وببتدي اشوف اللوحه بتاعتي في الحاله دي اللي هي في البوينت اللي هي دي تمام كده، وبقول له اوبن. بس بيبقى في مشكله هنا عندنا بتظهر، هستاذنكم نبص عليها اللي هي والله شاشه البلوك الجديده دي انا ما اتعاملتش معاها، ثواني كده بس اشوف هو نزل ولا ما نزلش يا ولاد. انسيرشن بوينت سكيل، طب لا معلش انا اسف عشان انا اول مره ما بستخدمش الانسرت انا في البتاع ده. هو مبدئيا المشكله اللي بتحصل في الحقيقه عمليه لو عملت انسرت من لوحه كاد لوحه كاد ادخلها جوه السيفل بالطريقه اللي انا قلت لكم عليها، قائمه انسرت البرنامج كله، اهم شيء اللوحه اللي انت جايبها من الكاد تكون المحتويات بتاعتها اساسا بالمتر. يعني ايه؟ تفتح لوحه الكاد الاول في الكاد وتخلي اليونتس بتاعتها بالمتر، ده اهم شيء لازم تعمله قبل ما تجيب اللوحه. يعني مثلا على سبيل المثال انا هفتح نفس اللوحه على الكاد تمام،
وقبل ما اعمل لها عمليه الانسرت دي بعمل يو ان اللي هو اليونتس وبقول له انتر. لازم اتاكد ان الوحدات بتاعتي هنا ايه بالمتر مش بالفيت، عشان لو انا عملت بالفيت كده وعملت لها استدعاء من خلال قائمه انسرت في سيفل 3 دي، هيبتدي هو اوتوماتيك يعمل لها سكيل. معنى ان هو يعمل لها سكيل يبقى انا عندي كل المناسيب اختلفت، كل الابعاد اختلفت، كل اللوحه اختلفت بشكل عام. دي مشكله كبيره جدا بتحصل، وفي ناس كتير للاسف بتعدي عليها النقطه دي وما بتاخدش بالها، ان لو اللوحه بتاعتك الانسرشن بتاعتك اللوحه الاساسيه بتاعتك اللي هي الكاد بواحده تانيه غير المتر، وجيت عملت لها انسرت زي ما قلنا كده، وطبعا خلق قائمه انسرت وقلت له انا عايز اعمل انسرت للوحه دي، تمام كده، اللي هي لوحه، انا هحاول اعمل لها انسرت والله، بس انا مش عارف صراحه الانسرت الجديد ايه موقفه. انسرت بتاع زمان يا شباب، طيب داش داش انسرت، لا داش انسرت هجيبها لي تحت، معلش انا اسف. بس هي الفكره في كده، ان انت لو عملت لها انسرت في السيفل عندنا هنا وما خدتش بالك ان الوحدات الاساسيه مش بالمتر، بالمتر اللوحه مباشره هيعمل لها سكيل. فعشان تهرب من الجزئيه دي، نصيحه مني ليكم كاخ، كاخ كبير سامحوني عشان انا سني اكبر من سنكم، كل ما هنالك افتح اللوحه بتاعتك سواء في الكاد او في السيفل، علم عليها بشكل عام كده كلها لو تقدر تعلم عليها، لو ما تقدرش قول له كنترول سوري اللي هو كوبي، اللي هو تعمل كنترول سي اللي هو الكوبي، فبيسالك ايه العناصر فبتقول له اول تمام ودبل انتر، وبتروح في السيفل في الملف الجديد بتاعك تعمل بيست اوريجينال كوردينيت، عجل لك اللوحه بتفاصيلها، وفي نفس الوقت بتحتاج ايه يبقى معاك تفاصيل مين، تفاصيل اللي هو التمبليت بالكامل تقدر تشتغل ايه تشتغل عليه. دي كانت الحاجات الاساسيه ما بين السيفل والكاد بشكل عام، تمام كده. اتمنى يعني يكون الفرق ما بين الاثنين باين. وفي حاجه اخيره كنت عايز اعملها لكم، ديمونستريشن دايما بيقولوا كده، عايز اعمل لكم بس حاجه بسيطه جدا عشان تشوفوها بعد كده ايه الفرق ما بين السيفل والكاد. على سبيل المثال بس هنعمل خط طوله مثلا 10 متر. لو جه مثلا قال لنا يا جماعه احنا لو يعني طلب منا ان الخط ده يبقى عليه تكست، التكست ده يمثل طول الخط، حلو كده، ويتغير اوتوماتيك مع طول الخط على سبيل المثال. ففي الحاله دي احنا بنستخدم حاجه اسمها الفيلدز، اللي هي الفيلد اللي هو اللي عباره عن تكست جواه حقل، الحقل ده بيبقى مرتبط بحاجه اللي هو الاوبجكت. يبقى انا هخلي الكتابه اللي موجوده جوه هنا مرتبطه بعنصر، ايه هو العنصر؟ بختار له العنصر، بقول له والله العنصر ده، واقول له والله انا عايز الطول بتاعه بالوحدات اللي موجوده دي، وبقول له اوكي تمام. يبقى كده ده كده جاب لي هو ايه، جاب لي طول الخط بتاعي اللي موجود. في حاله لو الطول بتاعي ده اختلف، على سبيل المثال انا هغيره هخليه مثلا كده تمام، مجرد ما بتعمل ار اي وانتر فبيغير لك مباشره طول الخط فين، طول الخط هنا. طيب لو انا حبيت ان انا اعمل ايه، ان الاثنين دول يبقوا بلوك واحد، الاثنين دول يبقوا بلوك واحد، فانا هعلم عليهم الاثنين وبقول له مثلا بلوك تمام، وهقول له ايه هسمي لاين واقول له البيك بوينت بتاعته في النقطه دي، واقول له اوكي تمام. طيب انا عايز اعمل اكستند للخط ده، الخط ده هيبقى فاريبل بيكبر ويصغر. ففي الحاله دي ما دام هو بلوك مع بعضه، عشان هما الفكره كلهم عشان يتحركوا مع بعض لازم يبقوا بلوك واحد او جروب واحده. في الحاله دي عشان اعملها بلوك فبضطر ان انا مثلا اعمله على سبيل المثال اعمله دايناميك بلوك. فسريعا هنعمل حاجه اسمها دايناميك بلوك، اللي هو انا هعمل هنا لينير تمام من البدايه لحد النهايه ويقفل هنا تمام. والدايناميك بلوك سريعا انا هعمل خصائصه ان هو يبقى جريب واحد بس تمام، وهبتدي اقول له والله انا عايز اعمل حاجه اسمها ستريتش. ستريتش مين للخط اللي انا عملته في المنطقه دي، مين هختار العنصر بتاعي اللي هو ده، وبقول له انتر وبقول له كلوز، ادي كلوز. يبقى كده الخط بتاعي مجرد ما انا بعمل له ستريتش كده ماشي، وبقول له ار اي بيبتدي يتغير طوله، وبيتغير مين، يتغير الكتابات اللي عليه، حلو كده. يبقى انا كده عملت خط مثلا سريعا، الكلام ده في الكاد العادي، عملت خط مجرد ما بصغره او بكبره بايه بيغير المعايير بتاعتي، حلو. طيب لو انا حبيت ان انا اعمل حاجه تانية اللي هو ايه، يعني زي ما انتم شايفين لو انا مثلا صغرت الخط وجبت الخط لحد هنا، الكتابه موجوده في حته والاستريتش موجود في حته تانية. طب انا عايز اخلي دايما الكتابه في نص الخط، فبقول له اوكي، ابتدي اعمل الاستريتش ده تاني، حلو، اعمل سوري استريتش تاني لنفس العنصر ده في نفس المكان تمام، وهختار الاوبجكت بتاعي اللي هو ده وبقول له انتر. يبقى انا كده عملت ستريتش تاني، حلو كده. الاستريتش بتاعي التاني ده هنخلي بس القيمه بتاعته عباره عن نص 0.5. ليه؟
لو انا كبرت الخط بتاعي بمقدار 5، هو يحرك الخط بتاعي دوت، هيمشي الخط بتاعي دوت بمقدار كام؟ بمقدار نص، بس نص القيمه بتاعتي اللي هي ايه؟ 2 متر ونص. لو انت اوكي ونشوف القيمه مع بعض. اقصد انا عملت حاجه تانية، انا اسف، اخترنا احنا حاجه غير الحاجه. ايوه اقول له اوكي، اهو احنا هنعمل ستريتش تاني. تمام، العنصر ده من الجريب ده وفي المنطقه دي، واختار مين؟ اختار ده وبقول له انتر، وهنغير اللي على اليمين ده نخليها بقيمه نص بس 0.5، وبقول له اوكي. تمام كده، في حاله لو انا غيرت طول الخط زي ما انت شايف، يعني هتلاقي دايما الكتابه بقت موجوده في النص، وفي نفس الوقت الكتابه عامله ايه؟ الكتابه موجوده معايا في النص، وفي نفس الوقت بيديني انديكيشن ان الكتابه بتوسع، سوري بتتغير، بناء كل ما بعمل ار اي اللي هو ريجن بيتغير الكتابه. طبعا احنا عملنا كام خطوه عشان نوصل للموضوع ده؟ حلو، لو عملنا بقى روتيشن ده موضوع تاني اساسا، عشان تعمل بقى روتيشن للخط ده موضوع اساسي، موضوع تاني. فتخيل بقى لو حد جه قال لك طب ماشي والله يا هشام انا عندي مثلا البولي لاين، على سبيل المثال البولي لاين ده انا عايز نفس الفكره اللي انا عامل عليه الخطوات دي، ان انا اظهر على كل خط من الخطوط دي الكتابه بتاعته، وبالمره اضيف لي بدايه ونهايه كل خط الايستنج والنورثنج بتاعتي. طبعا انت عشان تعمل الكلام ده بالاوتوكاد انت عايز تعمل موال كبير قوي. في السيفل انت مش محتاج ولا حاجه من الحاجات دي كلها، كل ما هنالك العنصر اللي انت اخترته ده، مجرد ما بتدخل على قائمه انوتيت تشوف بقى الفرق الرهيب ما بين هنا وما بين هنا. تدخل على قائمه انوتيت تقول والله انا عايز اعمل ليبلز، فبيقول لي الليبلز دي انت عايزها ايه؟ فبقول له والله الليبلز دي عباره عن لاين وكيرفات. طيب عايز تظهر ايه سعادتك؟ انا والله عايز اظهر في حاله لو اللاين انا عايز اظهر الطول ديستنس اونلي، وفي الكيرفات انا عايز اظهر على حسب في كذا الريديوس مثلا على سبيل المثال. بيقول لي سيجمنت واحده ولا مالتيبل سيجمنت؟ فبقول له والله مالتيبل سيجمنت. فبيقول لي طيب فين؟ فبقول له والله العنصر ده. طبعا الكتابه زي ما انتم شايفين كبرت قوي، هنبتدي بس نصغرها. ادي السكيل اهو زي ما انتم شايفين مباشره، انا مجرد ما اخترت العنصر هو الراجل كتب لي الدايركشن بتاعه ايه، وكتب لي مين، كتب لي الطول بتاعه ايه، وفي نفس الوقت واخد الزاويه بتاعته. لو انا غيرت في اي وقت الخط العادي هو اوتوماتيك بيغير لي الكتابه، وبيغير لي كل عنصر من العناصر دي اللي مكتوب عليه. تمام كده زي ما انتم شايفين، لو انا حتى عملته هنا كيرف، غيرته عملته كيرف، اوتوماتيك بيغير لي، بيقول لي والله انت الكيرف ده الراديوس كام والطول كام وما الى ذلك. دي ابسط حاجه، ابسط مثال ما بين السيفل والكاد. وللعلم ده عنصر كاد عادي، انا عملت بولي لاين، انا ما عملتش عنصر سيفل، ده عنصر كاد. فنشوفوا قد ايه ان برنامج السيفل ممكن يساعد معانا في حاجات بسيطه جدا اللي هي في الاوتوكاد اللي احنا قعدنا نعملها شويه، دايناميك بلوك وما الى ذلك الكلام ده كله، في حين ان احنا في لحظه واحده عملنا مين؟ عملنا الكتابات اللي احنا عايزينها. وطبعا الكتابات دي قابله للتعديل وقابله للتغيير، زي ما انت شايف انت ممكن تغيرها يمين وشمال، او تعمل لها فليب تخلي دي فوق ودي تحت زي ما انت عاوز الكتابه، او تظهر بيانات كتيره عليها، انا عايز اظهر بدايه الخط ونهايه الخط وما الى ذلك. كل ده انت تقدر تتحكم فيه بشكل سهل جدا وبسيط جدا جوه برنامج السيفل. ده مثال بسيط قوي ازاي تتعامل مع حاجه سيفل بسيطه وحاجه كاد بسيطه اللي عباره عن خط، وايه الفرق الرهيب ما بين الاثنين وما بين التغيرات ما بين ده وما بين ده. اتمنى لغايه كده يبقى احنا قارنا ما بين السيفل والكاد وشفنا الواجهه العامه بشكل عام، والامور الى حد ما اوضح بكتير ان شاء الله يعني بالنسبه لكم، قبل ما نخش بقى في التفاصيل والمعمعه. لغايه كده الامور تمام، ولو في اسئله انا مستعد يعني ندي 5 دقائق كده اسئله، او لو حد عنده استفسار عن حاجه لغايه لحد واحنا وقفنا كده. هلو يا شباب. ايوه يا باشمهندس، حضرتك ايوه بيه. لحد عنده اي استفسار او اي حاجه؟ لو واحد عنده سؤال يعني بس هند. لو حد عنده سؤال في اللي احنا اتكلمنا فيه وما الى ذلك. هو الدايناميك بلوك احنا طبعا عدينا عليه سريعا، بس طبعا هو بحر كبير الدايناميك بلوك في الكاد، بس انا حبيت اجيب المثال ده عشان ابين قد ايه ان السيفل اسهل من الكاد في الموضوع ده بالذات، في موضوع كتابات زي كده يعني. تمام، على بركه الله. اعتقد ان كده مبدئيا دي الاساسيه دي الحاجات الاساسيه. طبعا هو معلش، هو الدايناميك بلوك ده هستاذنكم، طبعا هو حاجه غير الموضوع اللي احنا فيه، بس انا حبيت بس ايه اخد مثال نقدر نشوف ايه، نشوف الفرق ما بينهم وما بين بعض. طب اعتقد كله يعني ما فيش اسئله، انا شايف كده في الشات الاسئله بتيجي في الشات صح كده هندسه ولا ايه؟
ساعات بتكتب شات، ولو حد عنده سؤال عايز صوت بيعمل رايز هاند. طب رايز هاند دي اوصل لها مين انا ولا ايه؟ طيب رايز هاند اول ما ممكن. اعمل رايز هاند انا هخلي افتح الصوت واسالك مباشره. طيب خلاص ماشي، هو اعتقد كده الامور تمام، اعتقد كله تمام. طيب حلو قوي كده، ممكن بقى نبتدي ايه، ندخل في المعمعة. جاهزين يا شباب؟ ان شاء الله خير. هستاذنكم بس اجيب ميه معلش، عشان ما جبتش ميه جنب مني وصوتي خلاص بيروح. هستاذنكم اجيب ميه لحظه واحده ممكن، معلش هستاذنكم. بسم الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طيب مستعدين نبتدي في النقاط؟ طبعا انا حاولت اخلي كل المحاضرات، وان شاء الله المحاضرات الباقيه هتبقى بعيده خالص، مش هتبقى زي ما بيسموها باوربوينت، نو باوربوينت يعني، مش عايز اخلي بقى فيها باوربوينت وبتاع، عايزين نخش في المعمعه على طول عشان نقدر بقدر الامكان نديكم اكبر قدر من المعلومات. طبعا هي التوبكس الاساسيه بتاعت البرنامج بشكل عام، سوري الكورس بشكل عام، كانت نزلت اوريدي على الجروب، ان احنا هنحاول نتكلم في كل نقطه او كل موضوع نتكلم فيه في موضوعات مهمه، اللي هي ايه، بتبقى تعريف الموضوع نفسه، وازاي نتعامل مع العنصر نفسه، عنصر السيفل، وازاي نقدر نحقق الغايه منه. الحلقه دي هنبتدي باول حاجه اللي دايما الناس بتبتدي بيها واحنا بنبتدي بيها، اللي هي النقاط. النقاط هنا تمثل ايه؟ يا اما نقاط رفع مساحي، لان عاده احنا بنستخدم برنامج السيفل في تصميم حاجه او ان احنا بنعمل تنفيذ حاجه معينه، فسواء التصميم او التنفيذ انت بتحتاج عمليه النقاط. في يا اما انت بترفع حاجه من الموقع فعليا وبتحب تشوفها بعد كده على الرسم او على البرنامج بتاعك ايه شكلها عامل ايه، وبتحب تستخدمها بعد كده في مراحل تانية، او ان انت بتستخرج داتا من التصميم اللي موجود منك، وغالبا استخراج الداتا ده بيبقى عباره عن، عشان التنفيذ يعني، بيبقى عباره عن بيانات اللي هي النقاط اللي هي بعد كده بياخدها مثلا جماعه المساحه اللي شبهنا كده، بياخدوها ويبتدوا يشتغلوا بيها، فين يشتغلوا بيها الموقع. فالنقاط يعتبر موضوع اساسي لاي مستخدم لبرنامج السيفل 3 دي. نفس الشيء الاسطح، اغلب اللي بيشتغل على برنامج السيفل بشكل عام بيحتاجوا النقاط والاسطح على الاقل، لازم العنصرين دول اساسيين يبقوا معاك فول ايه، يبقى انت مدرك ايه هي النقاط وايه هي مدرك ايه هي الاسطح، وازاي تتعامل مع الاثنين بشكل صحيح وتشتغل بيهم بشكل صحيح، عشان هم دول يعتبر اساس وموجودين في كل ايه، موجودين في كل الايه، في اغلب العناصر التصميميه اللي بتاعت الايه، بتاعت البرنامج، او اغلب مجالات البرنامج بشكل عام. فهنبتدي من النقاط. النقاط اما تمثل نقاط، على سبيل المثال نقاط رفع مساحي موجود من جاي لك من اجهزه مساحيه مثلا من الموقع، يعني يمثل الارض الطبيعيه اللي موجوده او وضع الشوارع اللي موجوده او ايا كان الوضع اللي موجود، او انت بتعمل نقاط تصميميه جوه المشروع. فبقائمه النقاط احنا عندنا بنبص، لو احنا بصينا كده هنلاقي على الشمال هنا في قائمه البروسبكتور حاجه اسمها البوينتس وحاجه اسمها البوينتس جروب. البوينتس دي اللي هي النقاط بتاعتي، كل ما هو نقاط هيبقى موجود معايا في البوينت هنا، وفي نفس الوقت هيبتدي يظهر معايا في الليسته اللي تحت هنا، هتجينا ان شاء الله دلوقتي لما نشوف. في حاجه اسمها البوينتس جروب. البوينتس جروب دي عباره عن جروبات، او طبعا الجروبس معروفه كلمه جروب ان هو تجمع للنقاط، انت بتعمل تجميع للنقاط بناء على خصائص معينه، زي ما هنشوف برضه دلوقتي ان شاء الله. انا اقدر اعمل تخصيص معين، او ممكن تسميها فولدرات، على سبيل المثال تسميها فولدر، انا عايز اعمل فولدر لنقاط مثلا ذات كود معين. انا مثلا بعمل رفع مساحي للطرق والشوارع، حلو، فانا عايز اخلي كل ما هو عباره عن مثلا كفر مانهول بتاع مثلا السويدج لاين، اخليهم كلهم في مكان واحد، بحيث لو انا حد سالني بعد كده يا هشام انتوا رفعتوا كام، او ايه هي مناسيب، او ايه هي عدد المناهل اللي موجوده في المنطقه، في لحظه اقول له والله انت عندك مثلا 20 مانهول 30 مانهول ما الى ذلك. ممكن اكون انا رافع مثلا 1000 نقطه، ولكن البرنامج اوتوماتيك يجيب لي بس مجموعه النقاط الخاصه بالمناهل ويحطها لي كلها في جروب واحد او في مكان واحد، بحيث اقدر استخرج الداتا بتاعتها مباشره. نفس الحكايه مثلا لو شجر، انا معايا مجموعه شجر، رفعت مجموعه شجر مطلوب مني اعرف عددهم، فانا مثلا عامل 1000 نقطه من ضمنهم مثلا 30 او 40 نقطه شجر، ففي لحظه واحده هقدر اعرف مكان الشجره دي فين، تفاصيلها ايه، وهعرف اعمل كل حاجه خاصه بيها. تمام كده، ده من خلال اللي هي البوينت جروبس. البوينت جروبس مصممه موجوده جوه البرنامج
معمول عشان انت تقدر تعمل تنظيم للبيانات بتاعتك خلال ايه؟ خلال الشغل بتاعك، تعمل تنظيم للبيانات. حلو. النقاط زي ما قلت ليها عده مصادر، اما مصادر خارجيه ان احنا بنجيب النقاط من رفع مساحي سواء بشكل تكست او بشكل اكسل او ايا كان البرنامج المساحي او سوري الجهاز المساحي اللي بيرفع معانا العناصر بتاعته. وفي نفس الوقت ممكن اعمل نقاط جوه البرنامج. لو انا جيت هنا يبقى احنا قلنا في البروسبكتور اي نقاط انا هعملها جوه الرسم او استدعيها جوه الرسم هتظهر لي عندي في البوينت والبوينت جروبز زي ما هنشوف دلوقتي. في السيتنجز بتاعتي اقدر اتحكم في البوينت، اقدر اتحكم في البوينت ستايل اللي هو شكل النقطه، في البوينت الليبل ستايل اللي هو الكتابه بتاعت النقطه. في حاجه اسمها البوينت فايل فورمات ودي اللي هنرجع لها دلوقتي، اللي هي ايه هي الداتا اللي جايه لي من بره وازاي اوصفها للبرنامج. الداتا هتجي لي من بره مثلا هتجي لي احداثيات عباره عن رقم نقطه والايست والنص والزد. لازم البرنامج يبقى فاهم اللي جايه دي عباره عن ايه عشان يقدر ينزلها في مكانها بشكل صحيح. وفي حاجه اسمها ديسكريبشن كي سيت هنحاول نعدي عليها برده. وفي الاخر خالص عندنا تيبل ستايل هنا، في حاله لو انا عملت تيبل للنقاط وده هنشوفه برده في الكوماندز الاساسيه. فهي مبدئيا عشان ما ننتهش من بعض خلينا في البروسبكتور. يبقى انا عندي حاليا طول ما فيش نقطه سوداء جنب علامه البوينتس هنا معنى ذلك ان ما فيش نقاط عندي في الرسم. طيب اعمل النقاط ازاي او استدعيها ازاي؟ عشان تعمل النقاط من قائمه بوينت تمام كده، دايما لما تيجي تفتح اي حاجه هتلاقي ان البوينت هنا مثلا موجود حاجه اسمها بوينت كرييشن تولز، لو انت ضغطت عليها بيبتدي يفتح لك بار معين خاص بالبوينت كرييشن تولز. نفس الداتا اللي موجوده هنا او نفس الاوبشنز اللي موجوده هي نفسها اللي موجوده في القائمه المنسدله هنا. في حاجه برضه عشان من محبي القوائم المنسدله، انا من محبي الريبن، في ناس من محبي القوائم المنسدله، انا ما عنديش هنا قائمه منسدله خاصه بمين، خاصه بالسيف الحالي، لكن بقدر افتحها منين؟ مجرد ما بضغط على الايقونه الصغيره دي وبظهر هنا يقول لي حاجه اسمها شو منيو بار، مجرد ما بضغط عليها بيظهر لي المنيوز اللي هي القوائم المنسدله بتاعت كل حاجه. زي ما انتم شايفين البوينت ادي القائمه المنسدله بتاعته، السيرفيس اللي هي الاسطح، اللاين والكيرف والبارسل والجريدنج والالاينمنت، دي كل عناصر السيفل اللي موجوده غالبا هنا على اليسار ليها قائمه منسدله هنا تمام كده. فاللي حاببها يا حابب صريح يظهرها، انا صراحه مش بحبها قوي، بس هي اللي حابب يظهرها بيضغط هنا. انا في الحاله دي اقول له هايد منيو بار عشان كده بخفيها، لو ضغطت هنا وبقول له شو منيو بار بيظهر لها لي معي. هي نفس الاوبشنز اللي موجوده هي هنا، هي نفس اللي موجوده فين اللي موجوده هنا، بس في زي ما بيقولوا كل شيخ له طريقه. ففي ناس بتحب القوائم المتسدله، انا صراحه ما بحبهاش، فخلينا ايه خلينا شايلينها عشان بناخد مساحه من المكان. طيب فالبوينت زي ما احنا شايفين انا عندي هنا البوينت بيقول لي كرييت بوينتس ميسلينياس، يعني ايه بطرق مختلفه. آه والله مانوال، يعني انا هدي له كليك وهو هياخد المكان اللي انا عملته له ده وهيعمل ايست ونورث بتاعتي، ايستنج نورث هتدخل له الداتا عندنا بالريسكشن بالستيشن اوفست بالاوتوماتيك، مجموعه طرق كتيره ان انا اقدر اعمل منها بالايه؟ اعمل بيها النقطه نفسها. يعني مثلا على سبيل المثال انا هعمل مانوال نقطه يدويه، فهو الراجل بيسالني هنا اللوكيشن بتاعك فين؟ فبضغط له اي مكان على الشاشه تمام كده؟ فبيسالني ايه هي البوينت ديسكريبشن؟ طيب في هنا فرق اساسي ما بين النقط الكاد والنقط السيفل. النقط الكاد يقدر نقطه الكاد العاديه تقدر تشيل ثلاث معلومات فقط، معلومه الايستنج ومعلومه النورثنج ده كده الموقع بتاعها، ومعلومه الاليفيجن ده كده المنسوب بتاع النقطه. يعني النقطه بتاعت الكاد العاديه ممكن يبقى فيها ايستنج نورثنج اليفيجن، يعني ايستنج نورثنج دول خاصين اللوكيشن بتاعها، والاليفيجن اللي هو الزد ده الخاص بالمنسوب بتاعها. اما السيفل لا، انت بتتكلم ان انت ممكن نقطه تعمل فيها ملف تشرح فيها السيفل كلها في ملف في نقطه الكاد نقطه السيفل سوري. يعني ايه؟ يعني بقدر احط بيانات كتير جدا في نقطه السيفل. على سبيل المثال لو انا برفع في الطبيعه برفع شجره حلو كده، فطبعا كجهاز مساحي بيديني الايست والنورث والزد وبقدر احط له الكود، بل في الاجهزه المساحيه بيبقى بيدي لك اوبشن تاني ان انت تحط تفاصيل اكتر، فساعتها انا ممكن احط تفاصيل خاصه. على سبيل المثال ايه هو نوع الشجره؟ ايه هي حاله الشجره؟ ايه هو مثلا حجم القطر بتاع الشجره؟ ايه هو ارتفاع الشجره؟ تمام كده؟ يبقى كده اربع مثلا اربع معلومات جداد اقدر احطهم في نفس النقطه اللي انا رفعتها، بحيث لما بجيب النقطه دي وادخلها في السيفل وبعرف له الاربع معطيات دول هو اوتوماتيك بيديني الحاجه دي وبيقدر يظهرها لي اما على الرسم او اما اللي انا لما بستخرج الداتا بيقول لي مباشره والله انت رفعت الشجره دي كان الاحداثيات بتاع الايست والنورث والزد بتاعتها كذا وكانت حالتها كذا الشجره دي وكان الارتفاع بتاعها ونوعها وما الى ذلك. يبقى كل البيانات اللي انا رفعتها من الطبيعه انا مش محتاج ان انا اكتب، يعني مثلا على سبيل المثال لغايه وقت قريب الناس او ممكن لغايه دلوقتي الناس لما بتروح ترفع مثلا شجره على سبيل المثال او عمود نور ترفع العمود وبيبقى معاها ورقه وقلم تقول والله النقطه رقم 100
ده عباره عن عمود نور ارتفاعه 16 متر، نوعه مثلا تايب 2، مكتوب عليه ان اسمه كذا كذا كذا، وبيكتبها في ورقه، وبعدين لما بيروح المكتب يبتدي يشوف النقطه كذا 100، او بقى يكتب في الاكسل الكلام ده كله. في السيفل لا، انت مش محتاج، وانت بترفع النقطه حط بس المعطيات دي في الكنترولر بتاعك او في البرنامج، سوري، الجهاز المساحي بتاعك، هو النقطه نفسها بتحمل كل الداتا دي، ومجرد ما بتنزلها في السيفل، السيفل بيشوفها وبيقدر يظهرها لك على الرسم، وبيقدر يعملها لك تصنيف، وبيقدر يعمل لك كل شيء خاص بيها. يبقى نقطه السيفل فيها امكانيات كبيره جدا عن نقطه مين؟ عن نقطه الكاد العاديه، تمام؟ فمن ضمن الحاجه اللي هو ابسط شيء وانت بتعمل نقطه، فالبرنامج بيسالك تحت بيقول لك البوينت ديسكريبشن ايه؟ وصف النقطه دي ايه؟ فانا هسميها تيست. تمام كده؟ سوري، تيست. ده الوصف بتاعها. تقول لي البوينت اليفيشن ايه؟ طبعا هنا عشان انا بعمل نقطه يعني مانوال بشكل يدوي، فبيقول لي انا عايز لها منسوب، انا عايز منسوبها مثلا هيبقى 560، وبقول له انتر، فبالفعل عمل لي نقطه. تمام كده؟ ولكن زي ما انتم شايفين النقطه اللي ظهرت عندي هنا، مجرد ما انا عملت نقطه في البوينتس هنا ظهرت النقطه السوداء اللي على الشمال هنا، مجرد ما تضغط عليها بيقول لك والله انت عملت نقطه رقمها واحد، الايستنج بتاعتها كذا. لو احنا باصين، حتى نكبر الشاشه دي شويه كده، معلش، بيقول لي والله الايستنج بتاعتها كذا، النورثنج كذا، والاليفيجن كذا. يبقى الايست والنورث والاليفيجن ده ايه؟ الاحداثيات الاساسيه بتاعتها. زائد والله انت عامل حاجه اسمها الرو ديسكريبشن بتاعها تيست، وعندك حاجه ثانيه اسمها الفول ديسكريبشن. يعني زي ما انتم شايفين طبعا كل دي اعمده داتا، انا ممكن ادخل الداتا دي، زائد ان انا ممكن اعمل اعمده كتير او تصنيفات كتير مش موجوده في السيفل، زي ما هنشوف ممكن، او ممكن نعدي عليها بشكل سريع. يعني اللي هي مين؟ التصنيف هنا بيقول لي والله الرو ديسكريبشن اللي هو الوصف السريع بتاعك اللي هو اسمه تيست. ايه هو الرو ديسكريبشن وايه هو الفول ديسكريبشن؟ الفرق ما بينهم ان الرو ديسكريبشن عباره عن وصف سريع للنقطه. يعني الراجل في الراجل وهو بيرفع مثلا، نتكلم الراجل بيرفع رفع مساحه في الموقع، مش هيكتب مثلا على سبيل المثال ده بيقول لك مثلا ده منهل، فمش هيقعد يكتب كلمه منهل كامله، فبيكتب مثلا ام اتش اختصار. ولكن الام اتش دي عباره عن ايه؟ الفول ديسكريبشن بتاعي والله الام اتش دي يعني مانهول مثلا، او لو سميناها اي ام اتش مثلا، يبقى الكتريكال مانهول. حلو كده؟ فطبعا هو مش هيكتب الكتريكال مانهول، فبيكتب اي ام اتش في الموقع. لكن انا في السيفل ببقى مجهز الاي ام اتش دي تساوي الكتريكال مانهول، بحيث اي حد بعد كده ياخد الرسمه، مجرد ما بياخد على النقطه بيقف على النقطه بيعرف والله ان الرو ديسكريبشن بتاعها اي ام اتش، ولكن هي فعليا الالكتريكال مانهول. النقطه دي عباره عن الكتريكال مانهول، يعني مانهول ايه؟ مانهول كهرباء. تمام كده؟ يبقى هي ده الفرق ما بين الرو ديسكريبشن والفول ديسكريبشن. او طبعا انت بتتحكم في الرو ديسكريبشن اللي انت بتكتبه، سواء بتكتبه يدوي او بتجيبه من بره. اما الفول ديسكريبشن التحكم فيه ان انا ما ينفعش اغيره، انا بعمل دبل كليك ما بينفعش، لكن انا دبل كليك اقدر اغير الرو ديسكريبشن ما فيش مشكله. الفول ديسكريبشن ده اللي بيتحكم فيه حاجه اسمها الديسكريبشن كي سيت، وهنبقى نرجع لها ان شاء الله ايه بعد كده. تمام؟ في الحاله دي الرو ديسكريبشن بتاعي تيست، خلاص اوكي تمام. طيب انا عايز اظهر بشكل بسيط كده، عايز اظهر والله البيانات دي اللي هو ايه؟ الاليفيجن اللي هو المنسوب، والرو ديسكريبشن بتاعي اللي هو الايه؟ الوصف بتاعي ده. تمام؟ طب اظهرهم ازاي؟ مجرد ما احنا عملنا نقطه زي ما انتم شايفين كلمه بوينت هنا، ظهر جنب منها علامه نقطه سوداء، وفي نفس الوقت عندي في البوينت جروب هنا لو انا ضغطت علامه الزائد ظهرت لي حاجه اسمها قالت جروب اسمها اول بوينتس، رغم ان انا ما عملتش حاجه هنا، ما عملتش حاجه اسمها جروب، لان الجروب ده بيتعمل. تمام كده؟ لازم اعمله عشان انظم بيه. اي نقطه بتنزل في البرنامج سواء انت بتستدعيها او انت بتعملها في البرنامج، بتنزل في القائمه دي اسمها الاول بوينتس. يعني الاول بوينتس دي قائمه ما ينفعش انا الغيها، انا عملت كليك يمين مش هتلاقي قائمه ديليت، هتلاقي بس ديليت بوينتس ان هو تلغي النقاط اللي جواها، لكن الجروب نفسها ما ينفعش الغيها، لان دي بتتعمل اوتوماتيك من البرنامج. دي عباره عن جروب بتحفظ لك كل النقاط بتاعتك في مكان واحد، تحفظ لك كل النقاط في مكان واحد، سواء انت استدعيتها من الخارج او انت حطيتها بشكل يدوي جوه الايه؟ جوه الرسم. لو انا حبيت اعمل نقطه ثانيه، انا هضغط مثلا هنا، ابتدي والله انا والله انا عايز نقطه ثانيه هحطها هنا، بيقول لي ديسكريبشن ايه؟ هسميه مثلا برضو جي ار مثلا على سبيل المثال جي ار، وبقول له انتر، والليفل بتاعها 120 وبقول له انتر. تمام، عمل لي نقطه ثانيه. لو انا جيت هنا في الاول بوينت اوتوماتيك هو ضاف لي النقطه دي، وفي نفس الوقت عندي في البوينت ظهرت هنا. طيب انا عايز اتحكم في الشكل دلوقتي، مبدئيا عايز اظهر المنسوب بتاعي، وعايز اظهر الديسكريبشن اللي انا كتبته. اظهر الكلام ده ازاي؟ عندك طريقتين، اما طريقه مانوال واما طريقه اوتوماتيك. الطريقه المانوال اللي انت بتضغط على الحاجه نفسها وبتقول له كنترول واحد، بيظهر لك الاتريبيوتس او العناصر او الانفورميشن الخاصه بالعنصر اللي انت اخترته. هنا انا اخترت حاجه اسمها الكوكو بوينت اللي هي النقطه اللي انا مختارها، الرقم بتاعها واحد، فبيقول لي والله انت عندك حاجه اسمها ستايل
وعندك حاجه اسمها ليبل ستايل، بوينت ليبل ستايل، يعني الكتابه الليبل ستايل اللي هو الكتابه، والستايل اللي هو الشكل اللي انتم شايفينه اللي هو الاكس الحمراء دي، تمام؟ فهو واخد هنا الديفولت، الديفولت بناء على مين؟ على البوينت جروب اللي هو جواه، على البوينت جروب اللي هو جواه. فلو حبيت انا اغير والله الشكل، لا انا عايز اغير الشكل اخليه شكل تاني، فخليه مثلا حاجه اسمها بنش مارك. فزي ما انتم شايفين اختلف الشكل النقطه دي عن النقطه دي، تمام؟ نفس الشيء لو انا اخترته هنا، والله انا عايز اظهر مين؟ انا عايز اظهر المنسوب والديسكربشن، او البوينت اهي ادي المنسوب وادي الديسكربشن، فاظهر لي هنا المنسوب بتاعي كام والوصف بتاعي كام، مظبوط؟ انزل دي بس تحت شويه كده، تمام؟ يبقى غيرت، قدرت اغير الشكل بتاع النقطه بشكل سريع، قدرت اغير الكتابه اللي موجوده، اظهر المنسوب واظهر الديسكربشن بتاعي. النقطه الثانيه دي انا الشكل اوكي عاجبني، بس الكتابه انا عايز اظهر حاجه ثانيه خالص، البوينت نمبر والديسكربشن والاليفيشن. يبقى كده جاب لي رقم النقطه، وجاب لي الليفل بتاعي، وجاب لي الايه، وجاب لي الرو ديسكربشن بتاعي. اول انا عايز اظهر الايستنج والنورثنج بتاعتها، الاحداثيات بتاعتي، فاظهرت الاحداثيات بتاعتها. طبعا الاحداثيات دي متغيره، مجرد ما انا بعمل موف للنقطه، على سبيل المثال انا هعمل موف للنقطه دي في مكان تاني، الاحداثيات مباشره بتتغير معايا بناء على ايه، على الموف اللي انا عملته، تمام كده؟ يبقى اي تغير في النقطه بيتغير مباشره معانا في الكتابات الايه المصاحبه ليها. حلو. طبعا الكلام ده بعكس نقطه الكياد، نقطه الكياد هي شكل واحد في الرسمه كلها. على سبيل المثال انا هعمل بوينت كياد كده، تمام؟ هعمل نقطه هنا، نقطه ثانيه هنا، واقول له بي تي بي تايب، تمام؟ وهغير شكلها الشكل ده واخليها ايه، واحد، اقول له سوري واحد كتير، هخليها بوينت 1، تمام؟ طيب ادي نقطة الكاد. لو انت بتختار نقطة الكاد العادية ما عندكش الاوبشن ان انت تغير الشكل، لكن لو انت ضغطت هنا وقلت له والله لا انا عايز اغير الشكل اخليه مثلا دايرة مع اكس، مجرد ما بتقول له اوكي هو بيغير لك كل نقاط الرسمة على هذا الاساس. اما في السيفل لا، السيفل اما تتحكم فيها بشكل يدوي زي ما انت عاوز وتغير النقطة زي ما انت عاوز، او ان انت تتحكم فيها بشكل مجموعة. بشكل مين؟ بشكل مجموعة. طب نتحكم ازاي؟ يعني نبتدي بقى ايه، ناخد يعني دلوقتي احنا عملنا تيست سريع كده، نزلنا نقطتين، هبتدي الغيهم النقطتين دول، وابتدي اعمل استدعاء بسيط لملف خارجي، ماشي؟ هنبتدي ادي ملف خارجي، بسم الله الرحمن الرحيم، ادي البوينتس دي، هنفتح ملف بسيط كده ان شاء الله. ملف مين؟ ملف اكسل. بصوا يا جماعه، ملف الاكسل ده بيحتوي على مجموعه حاجات، عندي البوينت نمبر، وعندي الايستنج والنورثنج والاليفيشن، يعني الاحداثيات بتاعت النقطه والايه والبوينت نمبر اللي هو الرقم بتاعها، وعندي فلاها كود بالمره، ماشي؟ فانا هقول له مثلا الكود ده هسميه مثلا على سبيل المثال اي جي، انتر، واعمل له دبل كليك. حلو؟ تمام. البرنامج نفسه، برنامج السيف 3 دي، لما بيجي يستقبل الداتا بتاعتي، لو انا حبيت استقبل داتا من الخارج، فبيجي مقيمه البوينت هنا، والبوينت بوينت كريشن تولز، فعندي هنا على اليمين خالص التاب بتاعنا بيقول لي انت امبورت بوينتس، او ممكن من قائمه انسرت هلاقي برضو ايه امبورت بوينتس فروم فايل، نفس الايه نفس المكان، سواء من هنا او من هنا هيديني نفس الويندو. ايه هي الويندو دي؟ نضغط عليها ونبتدي نشوف. دي ويندو بتاعت الخاصه بالامبورت بوينتس اللي هو استدعاء النقاط من ملف خارجي. البرنامج اول حاجه بيقول لك اختار الملف بتاعك. البرنامج دايما بيشتغل بنوعين من الملفات، يا اما الكومد ليميتد او اسمه ايه دوت، يعني لو ضغطت هنا مثلا على سبيل المثال ادي التمبلتس اللي هو سوري او الاكستنشنز اللي هو بيشتغل بيها، سي اس في، تكست وما الى ذلك، بيشتغل بكذا ايه كذا عنصر من العناصر دي. انا عاده بحب التكست، في ناس تحب السي اس في، المهم الاثنين هيجيب لك نفس النتيجه في الاخر. ففي العاده دي انا بستخدم ايه، بستخدم التكست، لكن انت ممكن تعمله سي اس في، ممكن تعمل اكس دوت اكس اي واي اكس واي زد، سوري، على حسب الاكستنشن اللي انت بتشتغل بيه، تمام؟ طيب البرنامج لما بيجي زي ما انتم شايفين انا عندي هنا حاجه اسمها سبيسيفاي بوينت فايل فورمات. ايه هو البوينت فايل فورمات عشان نبقى بس الامور واضحه بالنسبه لنا؟ زي ما انتم شايفين عندي حاجه هنا مكتوبه اي ان زد كاما ديليميتد، يعني ايستنج نورثنج، الزد اللي هو الاليفيجن، والكاما ديليميتد اللي هو الفاصل ما بين العنصر الايست والنورث. يعني كان الايست دلوقتي في الاكسل، انا عندي هنا نشوف الحاله بتاعتي، البوينت نمبر ايستنج نورثنج اليفيجن، وده هيبقى الكود، تمام كده؟ دي الايه، دي الاربع الايه، الاربع حالات الايه اللي عندي، تمام كده؟ او سوري، خمس معلومات عندي. ده يمثل ايه هنا في البرنامج؟ لو انا نزلت كده هبتدي اشوف اهو، انا عندي هنا البي اي ان زد دي، طيب ولكن هنا بيقول لي سبيس ديليميتد. ايه هي السبيس ديليميتد وايه هي الكاما ديليميتد؟ يعني نفس المسمى البي اي ان زد دي ونفس الشيء هنا، ولكن هنا مره سبيس ومره الكاما.
ده اللي هو الفاصل ما بين الكتابه والتانيه. دلوقتي انا هستدعي على سبيل المثال ملف تكست، فهكتب له رقم واحد، رقم واحد، وبعدين هكتب له الايستنج والنورثنج والاليفيجن والكود. هو البرنامج هيفهم منين الفاصل ما بين الواحد وما بين الايستنج، او ما بين الانستنج وما بين النورثنج ككتابه؟ لو انا حطيتهم كلهم جنب بعض هو مش هيفهمها، فلازم يكون في فاصل معين ما بين هنا وما بين هنا. الفاصل ده يا اما يكون سبيس ما بين الحاجه والتانيه، او يكون كما. في الحاله دي انا هعملها كما، انا برضو من محب الكما سامحوني معلش، وبقول له ايكوال، وبستخدم معادله بسيطه جدا اسمها كونكاتينيت. اسمها ايه؟ كونكاتينيت. انت مجرد ما بتكتب كلمه كونك هي بتظهر معاك كلمه كونكاتينيت، تضغط عليها دبل كليك، وبتضغط على كلمه اف اكس، يظهر لك الويندو البسيطه الحلوه دي. كل ما هنالك ان انا بختار له والله انا عايز الاول، هي الفكره كونكاتينيت ان هي بتجمع لك مجموع فاليوز او قيم، مجموعه خلايا تجمعها لك في خليه واحده. في الحاله دي انا عايز اجمع القيم اللي موجوده في الخمس اعمده دول في خليه واحده، فبقول له والله اول قيمه في العمود الاول اللي هي القيمه دي، وبعدين الفاصل ما بين القيمه اللي في الاول العمود والقيمه اللي في العمود الثاني على حسب انت عايزها سبيس او كما. هو البرنامج بيقبل الاثنين. في الحاله دي انا بحب الكما اللي هي حرف الواو بتاعنا بتاع العربي، ولازم طبعا تكون ايه الانجليش، واخد بالك؟ زي كده اللي هي عمليه ايه الكما. وبعدين بنزل في السطر اللي بعده بقول له والله انا عايز الايستنج، انزل في السطر اللي بعده بقول له الكما، السطر اللي بعده بقول له النورثنج، تمام؟ وبقول له بعدين الكما، وبعدين الاليفيجن، وبعدين الكاما، واخر عمود خالص اللي هو مين؟ الكود، وبقول له انتر. نشوف ناتج المعادله دي عباره عن ايه؟ زي ما انتم شايفين، اول رقم وبعدين الكاما وبعدين الايستنج كلها كاما، النورثنج كلها كاما، وبعدين الليفيجن كاما، الاي جي. يبقى كده انا عرفت العنصر بتاعي اللي طالع عباره عن بي اي ان زد دي. طب انا فهمت منين البي ان زد دي، او عرفتها من البرنامج منين؟ نشوف كده البوينت فايل فورمات بتتعمل ازاي، او ازاي تقدر تعدلها. مجرد ما بتختار اللي انت عايزه تعمل علامه، زي ما شايفين دايما علامه الرصاص اللي موجوده في برنامج السيفر بشكل عام معناها ان انت تعمل اديت للعنصر ده، تعمل اديت للعنصر، علامه الرصاص، القلم الرصاص اللي موجوده دي. مجرد ما تضغط عليها انا بشوف العنصر اللي انا عندي عباره عن ايه، اربع سوري خمس معلومات، البوينت، الايست، النورث، زد، الدي، لان في نفس دي بيبقى معكوسه بس اللي هي البوينت، النورث، الايست. فلازم تاخد بالك انت جايب الداتا بتاعتك شكلها ايه، هل هي ايست نورث او نورث ايست. طيب برضه انا ما فهمتش الحروف دي عباره عن ايه، اختار اي واحده وتقول له موديفاي. زي ما انتم شايفين هو اختار هنا بي اي ان زد دي، قال لي والله البي دي تسمى او الاعتبار بتاعها او الاختصار بتاعها اللي هي البوينت نمبر، اللي هو اس رقم النقطه، رقم النقطه، تمام كده. بعدين الاي اللي هي الايستنج، الان اللي هي النورثنج، وبعدين الزد اللي هي البوينت اليفيجن، تمام كده، وبعدين الدي اللي هو الرو ديسكريبشن. طب هل في انا ممكن احط داتا زياده؟ طبعا انت عندك زي ما انتم شايفين اعمده فاضيه كثيره اهي، تمام كده، كل دي كده اعمده فاضيه. مجرد ما انت تضغط على العمود بيجيب لك ليست عناصر ممكن تضيفها. انا عايز اعمل فول ديسكريبشن، عايز اعمل جريد ايستنج، عايز اضيف لونجيتيود لاتيتيود، عايز اضيف فاليوز ثانيه، اي فاليو انت عايز تضيفها او اي بيانات زياده انت عايز تجيبها تقدر تحطها ايه، تقدر تحطها هنا. حتى لو الحاجه اللي انت جايبها على سبيل المثال زي ما هنشوف ان شاء الله كمان شويه، الحاجه اللي انت جايبها مش موجوده هنا، لا تقدر تضيف عنصر جديد في القائمه دي وتبتدي تتعامل معاه. ففي الحاله دي انا هاخد العنصر الاساسي اللي هو البوينت نمبر، الايستنج، النورثنج، الاليفيجن، الكود. يبقى انا لازم اتاكد ان العنصر بتاعي او الداتا بتاعتي نفس الترتيب بتاع هنا، نفس الترتيب اللي انا ناوي اختاره هنا. وزي ما شفته هو ديليميتد باي، يعني ايه الفاصل اللي ما بين النقطه والثانيه، او سوري الكتابه والثانيه، هنا محطوط الكاما دي. لو انت حبيت تغير اي حاجه هنا، على سبيل المثال انا عملتها كده هنا، بس لازم تخلي نفسها تبقى موجوده هنا. يعني انا هاجي هنا مثلا على سبيل المثال واعمل دي اخليها كده، تمام كده، ولو ضغطت انتر يبقى ده كده الفاصل ما بين هنا وما بين هنا. يبقى نفس الفاصل اللي انت بتختاره، الحاله دي ارجعها تاني كاما معلش استاذنكم، نفس الفاصل اللي هتختاره هنا هو نفس الفاصل اللي لازم تكتبه له فين، تكتبه له في الحته دي اللي موجوده هنا، تمام. ده كده حاجه من الحاجات الستاندر اللي موجوده في البرنامج، احنا ما غيرناهاش بس حبينا نشوف ايه هي المعطيات بتاعتها. على سبيل المثال لو انت حبيت تبص مثلا في الاي ان زد دي، اي ان زد، تضغط عليها وتقول له موديفاي، فهو بيقول لك البوينت ايستنج نورثنج اليفيجن، تمام. لو حبيت تغير الترتيب بتاعهم كل ما هناك انت بتسحب، بتضغط على الحاجه وتسحب الايه، زي ما انتم شايفين في علامه ايد هنا، بتسحب الايه الحاجه بتاعتك من مكان ايه، من مكان للتاني. طيب يبقى انا كده عرفت اللي جاي دوت عباره عن ايه. الملف بتاعي ده عباره عن بوينت، هيبقى بوينت ايست نورث زد اليفيجن كود. طيب هعمل دبل كليك هنا، طبعا انت عملت المعادله في اول سطر، مجرد ما بتيجي على الكورنر تحت على اليمين تعمل دبل كليك بيعمل لك كوبي للايه، للمعادله على كامل ايه، على كامل الملف، تمام. فبقول له هنا كوبي
كنترول سي، واعمل ملف كتير سوري، واعمل ملف كده سريعا على الديسكتوب، ملف تكست، بقول له نيو، انا عايز اعمل ملف تكست واسميه بوينتس. تمام، هو فتح هنا سوري، هو بقول له كنترول في، يبقى ده كده الملف بتاعي عباره عن بوينت ايست نورث زد كود، وبقفل الملف وبقول له سيف. تمام، وبرجع تاني لبرنامج السيف اللي هنا، بقول له امبورت بوينت فروم فايل. تمام، شوفوا بقى الجزئيه اللي هنا، زي ما انتم شايفين هو كاتب لك فلترنج اوف، يعني ما فيش فلتر حاليا. الفلتر ده بيجي منين؟ هو لما انت بتختار الملف اوتوماتيك بيشوف الفاصل اللي موجود ما بين الكتابه والتانيه عباره عن كاما ولا سبيس، فلو لقاها كاما فبيشيل لك من هنا كل ما هو سبيس، لان ما بقتش هي الحاله اللي انت مختارها اوريدي. يعني زي ما انتم شايفين هنا عندي هنا كاما وعندي هنا سبيس، مجرد ما بقى اختار الملف بقول له اد، من على الديسك توب بقول له اللي هي البوينتس وبقول له اوبن، مباشره هو عمل فلتر، قال لي الفلتر اون وشال كل ما هو سبيس، زي ما انتم شايفين بقت كلها كاما. ليه؟ لان الملف اللي هو شايفه شايف ان الفاصل ما بين الحاجه والتانيه او العنصر والتاني عباره عن كاما، فكده ما فيش داعي ان هو يحط لك السبيس عشان ما يلخبطكش بالفورماتس الكتير اللي هنا. كل ما هناك انت بتدور على الفورمات المناسب معاك، لان زي ما انت شايفين كل ما انا هختار هنا بيجيب لك الفورمات، اهو زي ما انت شايفينه كاتب هنا راس القائمه عباره عن ايه او راس العمود عباره عن ايه. في الحاله دي لو انا اخترت غلط مثلا على سبيل المثال، هو شايف البيانات، هو ما يعرفش البيانات اللي جايه ايه، فعشان كده لازم دايما تاخد بالك وانت بتعمل انسرت للنقاط تبقى متاكد ان انت بتختار البوينت فايل فورمات المظبوط، لان هو شايف النقاط عباره عن هنا ده نورثنج وده ايستنج، لكن فعليا لا، ده هنا ايستنج وده نورثنج. تمام كده، ولكن هو البرنامج عنده كذا فورمات انت بتختار المناسب للبيانات بتاعتك. في الحاله دي احنا مختارين اللي هي بوينت ايست نورث زد، اللي هي بوينت نمبر ايست نورث زد اليفيشن. طيب بيختلط على بعض الناس امر معين، اللي هو انا عندي هنا كم نقطه تقريبا 3800 على ما اتذكر، او 3989، يجي يبص هنا يلاقي بس هم 20 نقطه اللي موجودين هنا، هنا 20 نقطه فقط. طب فين بقيه النقاط يا جماعه؟ لا بقيه النقاط مش موجوده، لا يبقى كده في حاجه غلط. لا هي مفيش حاجه غلط ولا حاجه، هو هنا عمل لك بريفيو، عرض للداتا لاول 20 داتا موجوده معاك في الملف، يبقى بيعمل لك عرض عشان تتاكد بس البيانات بتاعتك صحيحه ولا لا. تمام كده، بيعمل لك عرض لاول 20 داتا موجوده معاك في الملف، اما هو لما هيعمل ادراج بيعمل لك الملف كله، بيدرج لك الملف كله مفيش اي مشكله. تمام، طيب هنا بيقول لي اد بوينتس تو بوينت جروب، حاليا مفيش عندي غير الاول بوينتس فانا هنزلها زي ما هي، مش عايز اعمل بوينت جروبس جديده. بيقول لي اد بوينت وبوينت جروب، في حاله لو انا بعمل انسيرت للنقاط او استدعاء للنقاط وعايز اعملها اوريدي في جروب معينه، يا اما بختار الجروب لو هو موجود في الليسته هنا، او انني بعمل جروب جديده بمجرد ما بضغط هنا وببتدي اعمل جروب جديد. بس في الحاله دي انا مش عايز اعمل جروب، انا هعمل استدعاء للنقاط كما هي. طبعا الادفانسد اوبشن دي حاليا مش هنعمل لها اي اعتبارات لان هي مش شغاله معانا دلوقتي، حاليا احنا بنستدعي ملف بسيط ما فيهوش اي تفاصيل كثيره. يبقى انا استدعيت الملف، اخترت الملف مع الديسكتوب، اخترت الفورمات الصحيح بتاعي اللي هو البي ان زد دي، هو هقول له ايه؟ اقول له اوكي، وبنتظر لحظات بناء على حجم الملفات اللي موجوده معاك فين، حجم سوري النقاط اللي موجوده معاك. كل ملف سيفل ممكن يشيل معاك لغايه 4 مليون نقطه. طبعا لو وصل 4 مليون نقطه الدنيا كلها بتبقى تقيله يعني. دلوقتي دي النقاط بتاعتي ظهرت زي ما انتم شايفين هنا. عايزين نعرف كيفيه التعامل مع العناصر السيفل بشكل عام، بشكل بسيط في حاجه اللي هي السكيل اللي موجود تحت هنا. ايه هو قيمه السكيل او سوري السكيل ده ايه؟ السكيل ده اللي هو الانوتيشن سكيل. اي عنصر من عناصر السيفل قابل ان هو الكتابه بتاعته والحجم بتاعه يكبر ويصغر بناء على الانوتيشن السكيل ده. لو انت كبرت السكيل بيكبر، صغرت السكيل بيصغر معاك. ففي الحاله دي مثلا انا مش شايف النقاط بشكل كويس، هبتدي اعدل السكيل اخليه مثلا 1 ل 500، هنلاقي النقاط بدات تظهر بشكل اكبر شويه على سبيل المثال مثلا 1 ل 1000، اهو زي ما انتم شايفين الكتابه سوري الشكل بتاع النقاط بدا يظهر بشكل اكبر. في نفس الوقت انا عايز على سبيل المثال اظهر المناسيب فقط. طب اظهر المناسيب ازاي؟ لو انا اخترتهم كلهم كده تمام وقلت له كنترول واحد، اقدر انا ال 3989 نقطه دول اقدر اعدل لهم السكيل سوري هو بس بيعمل تقريبا، بسم الله الرحمن الرحيم، اوعى تكون النكت، اقدر اغير لهم الستايل بتاعهم من هنا. ولكن لما بنستخدم احنا بقى السيفل بشكل احترافي شويه، لا احنا بنتعامل من خلال الجروب، من خلال الجروب. كل ما هنالك لو انا ضغطت على الجروب ده كليك يمين وقلت له انا عايز اشوف البروبرتيز بتاعت الجروب دي، فهو البرنامج اوتوماتيك بيقول لك والله انت عندك البوينت ستايل والبوينت ليبل ستايل الخاصه بالنقاط اللي موجوده جوه الجروب ده.
طبعا الجروب ده زي ما انتم شايفين هنا ما ينفعش اغير اسمه، لان الجروب ده ديفولت من البرنامج، تمام كده؟ ما ينفعش اغير اسمه. كل ما هنالك ان انا اقدر اغير ايه هي شكل النقطه بتاعته وايه هي شكل الكتابه اللي مرتبطه بالنقطه دي، تمام كده؟ في الحاله دي البيزك ده اللي هو الشكل الاكس اللي موجوده، والستايل وسوري والكتابه انا عايز اظهر الاليفيشن اونلي اللي هو المنسوب فقط، وبقول له اوكي. كده هيظهر لي المنسوب بتاع كل النقاط اللي موجوده معايا في الرسم زي ما انتم شايفين. لو عملت زوم ان هلاقي ان الكتابه ظهرت جنب المين، جنب الكتابه بتاعتي، سوري جنب النقطه بتاعتي ظهرت الكتابه بتاعتي، تمام؟ وفي نفس الوقت لو انا صغير لقيت ان الكتابه كبيره، مجرد ما بتغير السكيل، السكيل اقل، الكتابه بتبتدي تصغر معايا. طبعا كل ما بتظهر نقاط عدد كبير على الرسم، كل ما البرنامج ايه بيبتدي يتقل، ايه يتقل معاك واحده بواحده. فيفضل ان انت دايما لما بتعمل مرحله، تخلص مرحله مثلا على سبيل المثال انا عملت ادراج للنقاط ولقيت ان الامور ماشيه تمام وكده، كل ما هنالك اي عنصر من عناصر السيفل، وده حلو في السيفل ان انت ممكن تخفيه من على الرسم، ولكن هو موجود جوه الايه اللوحه بتاعتنا، انا ما بعملوش ديليت. يعني مثلا على سبيل المثال انا نزلت هنا 3900 نقطه دول، عامل كليك يمين وبقول له بروفيلز اللي هي البوينت جروب بتاعتي، وباجي والله بيقول لي البوينت ستايل اللي هو شكل النقطه بتاعتك عايزه ايه. ففي الحاله دي بختاره من لسه، بقول له نان، انا مش عايز شكل نقطه، تمام؟ في نفس الوقت بيقول لي طب الليبل ستايل الكتابه، اقول له نان، انا مش عايز كتابه، وبقول له اوكي. هنشوف ان النقاط بتاعتنا اختفت من على الرسم تماما. هل كده احنا اتلغت النقاط؟ لا، كل ما هنالك اللي انا زي ما بنقول قفلنا النقاط. طب هل كده انا غيرت حاجه في الليارات، او قفلت لاير او فتحت لاير؟ لا، برنامج السيفل ما بيتعاملش لحد كبير، ما بيتعاملش بالليرز، بيتعامل بالستايلات. يعني انت لو بصيت في الليرز هتلاقي كل الليرز مفتوحه، ما فيش اي مشكله فيه، كلها مفتوحه ولا لاير اتقفلت. ولكن هو عمل ايه؟ كل ما هنالك هو ستايل او عنصر او سوري اللي هو يعني الشكل بتاع النقطه انا قفلته، واقدر اتحكم في قفله وفتحه من المكان الاساسي بتاعه، في البوينت مين، في البوينت جروب. في الحاله دي، انا عايز اظهر البوينت جروب، وبرجع تاني في البروبرتس واقول له والله اظهر لي الشكل بتاع النقط عباره عن حاجه اسمها بنش مارك مثلا، والكتابات مش عايز كتابات، وبقول له اوكي، بيبتدي يظهرها لي تاني على الرسم زي ما انتم شايفين. كان زمان طبعا في اللاند انت لازم بقى بتشيل، بتعمل خطوات عشان تشيل من الكتابه من على الرسم، ويعني خطوات كتيره قوي، لكن الحمد لله في السيفل ما فيش الكلام ده. في السيفل في لحظات تقدر تشيل وتضيف سوري قوي يعني تخفي وتظهر النقاط بشكل سهل وبسيط جدا. فهي عملية الإخفاء هنا أو عملية تغيير الستايل من ستايل للتاني، هو هنا أنا ما بشيلش أو ما بعملش ديليت للعنصر من الرسم، لا، أنا كل ما هنالك بشيله بس من وجوده على الرسم، ولكن هو موجود في الداتابيز أو قاعدة البيانات اللي موجودة في الملف نفسه. برضو من الحاجات الحلوة اللي موجودة في السيفل ومش موجودة طبعا في اللاند بتاع زمان، اللاند كان دايما بيبقى لازم معاه فولدر، الفولدر دي فيه الداتا بتاعته الأساسية، البوينتس وما الى ذلك، وما يعني اي عنصر مرتبط باللوحه بتاعته. اما السيفل لا، السيفل لما بنعمل سيف للوحه السيفل، هي لوحه السيفل مش مرتبطه باي حاجه خارجيه فيما عدا بس قائمه سيرفي، لو انا بشتغل في قائمه سيرفي. غير كده برنامج السيفل الملف نفسه بيبقى محمل بكل الداتا بتاعته. يعني انت لما بتيجي تعمل شيرنج لملف سيفل، بتاخد ملف السيفل كوبي بيست وبتديه لمين؟ للجهه اللي انت عايز تعمل لها الشير بتاعه. بيلاقي كل التفاصيل جوه، سواء نقاط، اسطح، بيانات، كل شيء بيبقى موجود جوه ملف السيفل كملف لوحه لوحده، تمام كده؟ ففي الحاله دي زي ما قلنا احنا عملنا ادراج للنقاط، والنقاط دي نقدر نخفيها او نظهرها بناء على الستايلات او الايه الستايلات اللي هي الايه الخاصه بالشكل اللي هي البوينت ستايل او في البوينت ليبل ستايل. في حاجه بسيطه بس نحب نوجه عنايه حضراتكم ليها، ان احنا ممكن نغير زي ما قلنا، نغير العمليه بشكل اوتوماتيك. على سبيل المثال انا اخترت الاربع نقاط دول وهبتدي اغير الستايل بتاعهم على سبيل المثال الشكل ده كده، تمام؟ طيب يبقى انا كده عندي النقاط كلها لونها ازرق فيما عدا المجموعه اللي فوق دي لونها كذا. طب لو انا جيت غيرت فقلت له والله انا في البوينت ستايل عايز اغير الشكل من اللون الازرق ده مثلا، على سبيل المثال هختار حاجه اسمها كاتش بيزن، ده بيبقى لونها مثلا اخضر، وبقول له اوكي، هنلاقي ان كل النقاط اختلفت شكلها، ما فيش مشكله فيما عدا المجموعه اللي انا اخترتها دي. ليه؟ لان المجموعه دي يا جماعه بقت، ما دام انا عملت الحاجه بشكل اوتوماتيك مش هتتغير الا لما بتكون بشكل اوتوماتيك. طب انا عايز ارجعهم تاني بحيث يبقوا كلهم واحد او كلهم متبعين، بحيث لو انا غيرت يتغير كل نفس الشكل، ما يبقاش مجموعه ومجموعه. يبقى كل ما هنالك هتعمل حاجه من اتنين، يا اما بتختار المجموعه اللي هي انت غيرتها بشكل يدوي، تعمل كنترول واحد وترجع تاني. شايفين انا مثلا مختار الستايل هنا حاجه اسمها دريل هول، لا، برجع بقول له والله انا عايز الستايل بتاعي اللي هو مين؟ الديفولت. الديفولت يبقى هو هيتبع مباشره اللي موجود في البوينت جروب بتاعته.
او الحل التاني، والحل ده على فكره في الامتحان بتاع اوتوديسك اللي انت بتيجي في قائمه الاول بوينتس نفسها وبتقول له هنا البروبرتيز بتاعته، وبتيجي هنا في حاجه اسمها الاوفر رايدز. الاوفر ايه؟ الاوفر رايدز، الاوفر رايدز دي اللي هي اللي انت بتقول له ايه، تخطى اي شيء معمول بشكل يدوي او حتى معمول بشكل اوتوماتيك وهات لي اللي انا عايزه بس. يعني في الحاله دي في الستايل والله تخطى اي حاجه، انا عايز الستايل هنا يكون حاجه اسمها بنش مارك اللي هو لونها ازرق دي مثلا، تمام كده، وبقول له اوكي. هتلاقوا كله اختلف بقى ازرق، رغم ان المجموعه دي مختارينها ايه، لو انا عملت حتى عليها كنترول واحد انا مختارها هنا بقى لونها ازرق، بس هو ليه؟ البرنامج عطاها الديفولت بتاعها بناء ان اللي انا ايه، اللي انا عملت له حاجه اسمها الاوفر رايد. الاوفر مين؟ الاوفر رايد، مجرد ما انا هشيل هنا وبقول له اوكي ترجع كل حاجه زي ما كانت، دول هيبقوا واخدين البنش مارك بتاعتها، ودي واخدين الديفولت، سوري، الحاجات اللي انا عملتها بشكل ايه، بشكل يدوي، تمام كده. يبقى لو انت عندك حاجه واخده حاجات بشكل يدوي ممكن تعلم عليهم كلهم وتقول له والله انا عايز اعملها بشكل ديفولت، او لو انت هم منتشرين في الرسمه ومش عايز تتعب نفسك يبقى مباشره تيجي على البوينت جروب تقول له بروبرتس، وبتيجي على الاوفر رايدز هنا وبتعلم هنا. يبقى هنا هو العنصر اللي انت هتختاره او الشكل اللي انت هتختاره هنا هيتعمم على الكل ايا كان التانيين دول واخدين عنصر بشكل يدوي او من غير شكل ايه، بشكل يدوي، تمام كده. اتمنى كده غطت الامور كده تبقى واضحه وصريحه. احنا كده عملنا ادراك للنقاط بشكل بسيط وسهل. في نفس الوقت لو سريعا كده هنبص ايه فكره الستايلات. لو انا جيت في البوينت ستايل زي ما قلنا اي علامه رصاص يبقى انت بتعمل ايه، بتعمل عمليه تغيير او تعديل في الستايل الموجود. لو فتحت هنا في لسته حاجات، كرييت نيو يعني انا هعمل ستايل جديد، كوبي كارنت سيلكشن يبقى انا هعمل كوبي من الستايل اللي موجود وابتدي اعدل فيه، ايديت كارنت سيلكشن يبقى انا هعمل تعديل للي موجود، وهنا بيك فروم دروينج يبقى انا هختار ستايل موجود في الرسمه انا مش عارف شكله ايه، مش عارف سوري اسمه ايه، ولكن مجرد ما بختار هنا بيقول لي فين هو الشكل اللي انت عايزه وبختار له ده، فبيقول لي انتر، فبيقول لي والله ده اسمه بنش مارك مثلا على سبيل المثال، تمام. ففي الحاله دي لا انا عايز اعمل مثلا ايديت، فبيقول لي دي قائمه الايديت بتاعت مثلا العنصر ده، كل عنصر والتاني بيختلفوا عن بعض في قائمه الايديت بتاعته، خاصه في اللي هو الاوبجكت ستايل. يعني ايه؟ يعني شكل النقطه مش هيبقى مثلا شكل الخط، يعني النقطه ليها اشكال معينه، الخط ليه شكل معين، اما الكتابات الويندو بتاعتهم كلهم شبه واحده. فلو انت احترفت زي ما بيقولوا احترافا الستايل بتاعت النقاط بتاعت الكتابات لعنصر واحد كانك احترفت كل العناصر، زي ما هنشوف ان شاء الله في خلال ايه الدروس اللي جايه. يبقى دلوقتي لو انا حبيت الاول انا باخد البوينت ستايل، يعني البوينت شكل النقطه ايه، شكل النقطه نفسها ايه، تمام. فبيقول لي والله الانفورميشن المعلومات الاساسيه الستايل اللي انت مختاره ده اسمه بنش مارك اللي عاملاه شركه اوتوديسك وعاملاه في 2014، واعطيك ديسكريبشن بسيط عنها يعني، تمام. الماركر اللي هو الشكل بتاعك اللي هو مختاره لك، هو حاليا الراجل عامل لك الشكل ده، انت ممكن اما تغيره تخليه بشكل نقط الاوتوكاد اللي موجوده عاديه، او بتعمل شكل مناسب من الاشكال اللي موجوده قدام منك دي مثلا على سبيل المثال، او انك بتعمل بلوك ايا كان شكله ايه وبتختار له البلوك من هنا. وده بينفع جدا في حاله لو انا بعمل مثلا رفع مساحي لمشروع ما وعندي ليجند معين انا مرتبط بيه، الليجند ده يقول لي والله لو هو انت رفعت الشجره يبقى تحط لي الشكل ده او السيمبل ده، لو انت رفعت مثلا مانهول تحط لي السيمبل ده وهكذا. يبقى ساعتها انا بعمل السيمبلز دي بشكل بلوكات وبنزلها في الرسمه، الرسمه اللي انا شغال عليها رسمه عاديه، مجرد ما انا بنزل السيمبلز دي موجوده في البلوك سوري دوت موجود في الرسمه مباشره هلاقيه موجود في الليسته دي، ساعتها اقدر اختار منه واقول له يبقى ده الشكل اللي انت هتختاره لايه، لشكل النقطه بتاعتي، تمام كده. يبقى مجرد ما انا بعمل البلوك عادي وبجيبه هنا بيجي معايا مباشره وببتدي اشتغل بيه واختاره ايه كشكل نقطه. حلو، عندي هنا ال 3 دي جيومتري، طبعا هو بيقول لك اللي هنا النقطه دي نفسها منسوبها ايه، سوري، او مكانها فين، شكل النقطه دي مكانها فين، بيقول لك يوز بوينت الفيجن، لان انت ممكن تكون شكل النقطه في ليفل معين والنقطه نفسها او محتوياتها في ليفل تاني، فيفضل ان انت تاخد يوز بوينت الفيجن. الديسبلاي هنا اللاير اللي موجوده بناء على مين، على الرسم. بس خدوا بالكم في حاجه عشان دي بتظهر مع ناس كتيره قوي، دايما في العادي بيقول لك الفيو دايركشن، انت بتشوف النقطه دي فين. في الحاله دي احنا شايفينها في وضع البلان اللي هو من التوب هنا زي ما شايفين، هو هنا توب، فانا شايفها في وضع البلان. في وضع تاني انا ممكن اشوفه اللي هو في السكشن، والله لو انا عملت نقطه واظهرتها في سكشن هتظهر لي بالشكل ده او باللون ده، لو انا اظهرتها على البروفايل هتظهر لي باللون ده، لو انا اظهرتها على الموديل هو اساسا الفيزيبيليتي مقفوله هنا. يعني ايه الموديل؟
الموديل ده اللي انا بشوف الحاجه بشكل ثلاثي ابعاد جوه الرسم، ثلاثي ابعاد جوه الرسم. مجرد ما انا بحول الشكل بتاعي هنا لثلاثي ابعاد، يعني انا مثلا على سبيل المثال هقول له كانسل كانسل، انا هنا شايف لان انا في وضع البلان دلوقتي، تمام؟ لو انا جيت وضغطت في الزاويه هنا بتاعت الفيو كيوب بتاعنا ده، مجرد ما ضغطت في الزاويه يعني انا بجيب الشكل بشكل مين؟ ثلاثي ابعاد. زي ما انتم شايفين النقط اختفت، رغم ان المفروض النقط موجوده، ولكن الستايل اللي انا مختاره مبين لي ان النقاط بتاعتي في حاله ان هي لو في الموديل ما بتبانش. نفس الحكايه الكتابات اللي موجوده ما بانتش. طب انا هغير مثلا هنا وبقول له والله لا انا عايز مثلا في الديسبلاي في حاله لو في الموديل باين لي الماركر وباين لي الليبل، تمام كده؟ وبقول له او مثلا باين لي الماركر بس ما بينيش الليبل حاليا، وبقول له اوكي اوكي. هنلاقي ان النقاط ظهرت معايا وما فيهاش كتابات، يعني مثلا لو انا جيت عملت توب تاني، تمام؟ وبلفها كده معلش عشان ملفوفه معانا. ماشي، هو الجهاز تقيل سنة بس عشان خاطر التسجيل اللي شغال، سامحونا معلش. لو كده حتى ممكن نلغي شوية نقاط من اللي موجودين. بسم الله. طيب انا قلت هنلغي شوية نقاط. عملية الغاء النقاط لو انت اخترتها من على الرسم وقلت له ديليت بتتلغى، او قلت له اريز بتتلغى، تمام كده؟ فخدوا بالكم دايما من الجزئيه دي، ان الاوامر العاديه اللي في الاوتوكاد بتشتغل معاك هنا، سواء الكوبي والبيست وعمليه الالغاء بالديليت او ما الى ذلك، كل ده شغال معايا، تمام كده؟ فلو هي انت لغيت اي حاجه، اي عنصر سيف اللي لغيته من على الرسم زي ما احنا مثلا عاملين كده، وقلت له ديليت، ضغطت على ديليت او على امر اريز، بيتشال من عندك هنا، حلو كده؟ ولكن لو انت قفلت الاستايلات هنا، هو بيتشال من عندك في الرسم ولكن موجود هنا عندك في الداتابيز. لازم تاخد بالك في الفرق ما بين الاثنين. لو انت اخترت العنصر زي ما انا اخترته كده مثلا وقلت له ديليت، كده العنصر اتشال من عندك من الرسم، واتشال من عندك زي ما نسميه هنا مثلا ايه، في قاعده البيانات بتاعت الملف بتاعك، واخد بالك؟ ليه؟ لان انا شلته فعليا من على الرسم. لكن لو انا عايز اشيله من على الرسم فقط واخليه زي ما هو موجود هنا، يبقى كليك يمين وابتدي اعدل الاستايلات بتاعته، واقول له اعملها لي نان ونان او اقفلهم لي، بيتقفلوا معاك مباشره، تمام كده؟ في الحاله دي مثلا انا عايز اظهر هنا الكتابات، هظهر مثلا الفيجن اونلي وبقول له اوكي، تمام كده ظاهر لي المفروض الكتابات، وظاهر لي مين، وظاهر لي شكل النقطه. مجرد ما انا بضغط هنا في الفيو كيوب في الزاويه كده مثلا، المفروض بيجيب لي الشكل بشكل ثلاثي ابعاد، تمام؟ نستنى لحظه. زي ما انتم شايفين النقاط، لان انا قلت له بين لي الماركر فقط وشيل لي الكتابات، فهو مبين لي دلوقتي النقطه ومش مبين لي مين، ومش مبين لي الماركر بتاعتي. يبقى انا هرجع تاني للبوينت ستايل هنا، ساعتها مثلا لو انا عايز اظهر الكتابات برضو في شكل ثلاثي ابعاد، فبقول له الليبل وبقول له اوكي وبقول له اوكي. مجرد ما قلت له اوكي، زي ما انتم شايفين ظهرت معانا مين؟ ظهرت معانا الكتابات، حتى لو انا في وضع مين؟ في وضع اللي هو ايه، ثلاثي ابعاد، تمام؟ يبقى كده ده دي، عشان دي برضو بتختلف مع ناس كتير، لما بيجي يغير الفيو النقاط بتختفي. فانت بس كل ما هنالك اللي انت بتشوف الديسبلاي بتاعتك، انت واقف في حاله ايه، في البلان انا شايف كله، في الموديل انا شايف كله ولا لا، في العادي هي بتبقى مقفوله في كل فيما عدا تقريبا ستايل واحد او ستايلين موجودين، في البروفايل انا هشوفها وهيبقى لونها مثلا كذا وهكذا، تمام؟ ده اللي هو خاص بمين، من البوينت ستايل. اللي بعد كده في حاجه اسمها البوينت ليبل ستايل، اللي هو الكتابات. برضو انا قلت له ايديت تعديل، يجيب لي برضو اول ويندو دي اللي هي الانفورميشن، بيقول لي والله الستايل بتاعك ده اسمه ليفيجن اونلي، اللي عاملاه شركه اوتوديسك في الشهر او في السنه الفلانيه، وعدلته في السنه الفلانيه. لو انت حبيت بتغير المسميات دي زي ما انت عاوز. ويفضل طبعا في العادي لو انت بتشتغل على السيفل كتير، يفضل ان انت لما تيجي تعمل ستايل، سواء حتى ستايل بتاعك او ستايل تبع الشركه مثلا اوتوديسك في الحاله دي، ممكن تغير الاسم انت هنا، مثلا اسميه هشام فوزي مثلا، يعني اللي عملته، تمام؟ وفي نفس الوقت حاول ما تحتفظش، حتى لو انا ما غيرتش حاجه في الستايل الاساسي بتاع البرنامج زي كده، انا مش هغير مثلا في حاجه، انا غيرت بس ان هو كريتد باي، تمام؟ برضو ما تحتفظش بنفس المسمى الاساسي، حاول تغير فيه حاجه. ليه؟ لان انت لو انت على سبيل المثال لو انت فتحت ملف جديد وحبيت تستدعي الملف، سوري، الستايلات بتاعتك من ملف تاني، يبقى انت عارف ان ستايلاتك جت ولا لا. لو هما الاثنين نفس المسمى فهو بيعمل اوفر رايد، فانت ممكن يختلط عليك الامر هل هو استدعاهم ولا لا. ولكن لو انا مثلا على سبيل المثال عامل اتش وداش، خلاص يبقى انا كده غيرت المسمى بتاعه، بحيث لو انا استدعيته في اي ملف جديد هيبقى عندي الاليفيجن اونلي بتاعت البرنامج الاساسيه، وعندي الاتش اليفيجن اونلي اللي هي بتاعتي انا، اللي انا ممكن اكون عدلت فيها حاجه او ما الى ذلك، تمام كده؟ يبقى انا احتفظت بالستايلات الاساسيه جوه الملف، واحتفظت كمان بالستايلات اللي انا جايبها. فدايما حاول تعمل تغيير بسيط، حتى احط اتش اول حرف من اسمك، ايا كان التغيير،
بحيث يبقى انت عارف لما تيجي تعمل استدعاء ايه هو الستايل الاساسي بتاع البرنامج اللي موجود في الملف، او ايه هو الستايل اللي انت ايه اللي انت عدلته. تاني قائمه هنا اللي هي قائمه الجنرال، معلومات عامه عن الـ عن الـ الكتابات نفسها. تالت حاجه هنا حاجه اسمها اللاي اوت، اللي هي الكتابات بقى نفسها، الكتابه بتاعتنا نفسها. هو هنا زي ما انتم شايفين الكومبوننت بتاعتنا عباره عن بوينت اليفيجن. طبعا هي المفروض فيها تفصيله كبيره عمليه النقاط، هنرجع عليها طبعا ان شاء الله بالتفصيل في المحاضره الجايه، لان احنا قاربنا او شرفنا على الانتهاء. الاستايلات هنبتدي بيها ان شاء الله المره الجايه عشان تفهموها، تمام؟ استايلات النقاط احنا بس كده كل ما هنالك اتكلمنا عن النقاط بشكل عام وعمليه ادراجها، البوينت فايل فورمات بتاعتها وما الى ذلك، والبوينت جروب برضو ان شاء الله في المحاضره الجايه عشان ما اكونش طولت عليكم. هنتكلم على البوينت جروب، هنعمل مثال عليها، وعلى الستايلات نفسها هنعدل برضو ستايلات سريعا كده في الفيديو القادم، لان بصوا صراحه اكبر حاجتين اساسيين لازم تبقوا واخدين بالكم منهم اللي هي النقاط والاصلح، فدول اللي هنركز عليهم المحاضره دي والمحاضره الجايه ان شاء الله، بحيث ايه نلمهم في محاضرتين دول الاساسيين، وبعدين الباقيين دول كل حاجه تاخد محاضره فيها تفاصيل ان شاء الله ايه شيء كبيره عن الموضوع بتاعها. اتمنى لغايه كده الامور تكون سهله وبسيطه بالنسبه لكم، واللي يكون معانا جديد يا رب نكون وفقنا الى حد ما في ايصال المعلومه بالنسبه لك. والناس طبعا القديمه بتاعتنا سامحونا ان احنا مش عايزين تفاصيل كتير، طبعا احنا عندنا في الكورس بتاعنا في تفاصيل كتير جدا، بس زي ما قلنا في حاجات ابديتد احنا بنقولها هنا وما قلناهاش قبل كده هناك، وهنحاول نخلي في حاجات سبيشال برضو هنا عشان نجيب رجلكم على طول زي ما بيقولوا، تمام كده. اتمنى كده لغايه يعني ما اكونش طولت عليكم في المحاضره، طبعا طولت عليكم ساعتين بس يعني سامحونا. وان شاء الله في المحاضره اللي جايه باذن الله هيكون بقى ايه في هنتكلم شويه عن النقاط في الاول، بعدين نخش في الاسطح وايه هي التريكس اللي لازم ناخد بالنا كويس جدا فيها في الاسطح، نتعامل معاها بشكل كويس جدا، وايه هو المفروض تعمله، وايه يعني هتبقى في محاضره غزيره ان شاء الله في المره اللي جايه اللي هي بتاعت البوينت كامله البوينت والاسطح باذن الله، تمام كده. اللي عنده سؤال سريعا في الحته دوت اهلا وسهلا، مستعدين لمده 10 دقائق تقريبا او 5 دقائق. المفروض انا ببص على المفروض ببص على الشات صح كده ولا ايه؟ اتفضل. لا اتفضل اللي عاوز حضرتك يسال اي سؤال اتفضل يعمل رايز هاند ارفع ايد. البوينت نيم، بص البوينت البي فور نمبر مش فور نيم، لان في فرق ما بين عمليه انسيرت للنمبر وللنيم بالذات في الاصدارات القديمه. ايه هو الفرق النيم والنمبر؟ النمبر بيبقى رقم بس اللي هو رقم نقطه، يعني مثلا على سبيل المثال احنا بصينا هنا في الجزء بتاعنا هنا هنا انا عندي البوينت نمبر عباره عن رقم بس، لكن احيانا على سبيل المثال بيجي لي مثلا النقطه اسمها ايه 1 ايه 2 ايه 3، فلو انا اخترت في البرنامج عندي هنا اثناء عمليه الادراج لو انا قلت له هنا انسرت تمام على سبيل المثال، واخترت مثلا البوينت اي ان زد دي بتاعتنا دي اللي هي الكام ايا كان المصطلح اللي موجود هنا ايه اللي هو بي ان زد دي اي ان زد دي الكام هنا تمام، قلت له موديفاي، هو هنا بيشوف البوينت نمبر بس، فلو جات لي نقطه اسمها ايه 1 او 2 البرنامج في الاصدارات الحديثه مش هينزلها لي في الرسمه، كان في الاصدارات القديمه ما بيشوفش الملف اساسا بالذات لو النقطه دي موجوده في اول 20 نقطه، فما بيشوفش الملف اساسا يقول لك الملف ده كوربت ده او الملف ده خاطئ، تمام كده. لكن في الاصدارات الحديثه البرنامج بينزل النقاط، ولكن النقطه اللي واخده واخده نيم ما بتنزلش. ففي الحاله دي لو انا عندي النقاط بتاعتي عباره عن ارقام وحروف اعمل ايه؟ كل ما هنالك ان انا بغير من البوينت نمبر دي بضغط عليها وبقول له لا والله انا عايز البوينت نيم، البوينت نيم ساعتها هو بيستقبل الداتا بتاعتي مفيش مشكله، ولكن البرنامج بيدي ترقيم من عنده، البرنامج بيدي ترقيم من عنده تمام كده. يعني على سبيل المثال النقاط اللي انا نزلتها دلوقتي واخده ايه واخده ترتيب، لو انا قلت له يعني انا دلوقتي غيرت هنا هسميه برضه ايه هشام عشان نبقى عارفين ان ده المختلف تمام، وهاخد هنا البوينت نيم تمام كده، ومجرد بقول له هنا كلوز تمام وبقول له كانسل، احنا هنا اخر نقطه رقمها كام 3988 حلو، وانا هسمي النقاط دي كلها مثلا اي 1 اي 2 تمام على سبيل المثال كده، انا هاخد بس مجموعه مش كتير، هاخد كنترول سي وهاجي مباشره على الديسكتوب تمام، كنترول اي كنترول في واقول له ملف سيف حلو. لو انا جيت هنا وقلت لي امبورت بوينت فروم فايل تمام، وجيت هنا اخترت الفايل بتاعي اللي هو
البوينتس ده وقلت له اوبن. تمام، زي ما انتم شايفين هو شاف ان هي عباره عن نيم وشاف ان هي حروق، لان انا غيرتها اوريدي بالفعل. بس زي ما انتم شايفين لغى لي بقيه الايه، بقيه الارقام كلها، او بقيه سوري الانواع كلها. ليه؟ لان هو العمود الاول بالنسبه له بيبقى دايما نمبر، والمواصفات التانيين كلها او العناصر التانيه كلها دايما بيبص في اول عمود، حتى لو انت نورث ايست زد هو بيبص على رقم، ولكن هو شاف هنا ايه حروف، فساعتها جاب لك الحاجه الحاله الوحيده اللي تنفع معاك اللي انا اخترتها. لكن لو انا ما عدلت، لو انا عدلت دي مثلا اللي هي البوينت بي اي ان زد دي اللي انا سميتها هشام دي، قلت له موديفاي وهرجع دي هخليها بوينت نمبر، واقول له اوكي اوكي وكلوز، هنلاقيها اختفت من هنا. وزي ما انتم شايفين طلع لي ايرور. ليه؟ لان هو ما عندهوش، لان هو شايف اول داتا عباره عن حروف، فهو ما عندهوش البرنامج الحكايه دي، البرنامج ما عندوش ان هو يشوف حروف الستاندرد بتاعه. فعشان كده انا بعدل الجزئيه دي كل ما هنالك، انا بدخل من هنا واقول له والله المصطلح بتاعي بدل ما هو بوينت نمبر بخليه بوينت نيم، تمام كده، وبقول له اوكي اوكي في نفس الوقت هو بيتجاهل تماما الترقيم اللي انا عامله له، وبيبتدي هو يعمل ترقيم بناء على مين؟ اخر نقطه عندي هنا 3988 مثلا، هيبتدي رقم من ايه؟ من بعدي، تمام كده. ومجرد ما بقول له هي 3989 تقريبا، وبقول له اوكي، هيبتدي زي ما انتم شايفين لو احنا نزلنا تحت خالص هيبتدي اعطانا ترقيم جديد اهو، تمام، اللي هي النقاط بتاعتنا اللي هي ابتداء منين؟ زي ما انتم شايفين في عمود هنا اسمه عمود النيم، تمام كده. يبقى الحاجات اللي انا جات لي اللي هي النيم، وادي النمبر اخد لي من لان هو كان 3990 هنا، وبعدين 3991 92 وهكذا، ولكن سماها لي في عمود بوينت ايه، بوينت نيم. ده الفرق في حاله لو انا ايه عندي حاجه البوينت نمبر والبوينت نيم. كل ما هنالك ان انا بس بغير البوينت الفايل فورمات بتاعتي، وفي نفس الوقت ان شاء الله في الدرس الجاي يعني هنشرح احنا البوينت فايل فورمات، هنزود برضو فيها جزئيه كده. طيب في درس تاني، سوري سؤال تاني خاص، ايه هو الفرق ما بين الكاما والسبيس؟ هنشوفه حتى على السيفل ده، ما فيش مشكله، سوري على الاكسل. الكاما اللي هي اللي زي ما قلنا حرف الواو اللي احنا عملناه يعني هنا، اهو احنا عملنا هنا حرف مين؟ حرف الواو دي الكاما. اما سبيس ان انا بحط سبيس بتاعت الكيبورد اللي هي الزرار الكبير اللي تحت، ان هي تبقى فاضيه زي ما انتم شايفين كده سبيس، تمام كده، وبقول له اوكي. زي ما انتم شايفين بقت في فاضي فراغ ما بين هنا وما بين هنا، لازم يكون في حاجه فاصله ما بين هنا وما بين هنا، ده الفرق ما بين الكاما وما بين السبيس. انا الكاما اللي انا هحط كاما زي ما انتم شايفينها كده، اما السبيس ان انا بحط مسافه فعليه بتاعت مين؟ بتاعت الكيبورد بتاعتنا، وبنفس الوقت البرنامج بيقدر يستقبلها، ما فيش ايه، ما فيش مشكله. ايه تاني يا ربي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بعض اللوح المصممه على اصدار زي سوري السيفل زيه زي بقيه البرامج بشكل عام بتاعت الاوتو ديسك، ان هي التحديث الجديد ما بقاش يشتغل على قديم فعليا من اول 2017. لو انت فتحت عملت شغل على اصدار 2017 في السيفل، بيفتح على 2016 وما الى ذلك، وما تحت 2016، ولكن عناصر السيفل ما بتقدرش تتحكم فيها وما بتقدرش تغيرها. اما اصدار 2018 فما بيفتحش اساسا كسيفل، ما بيفتحش اساسا على اي عناصر قديمه، وللاسف ما فيش عمليه ان انت توصل اصدارات حديثه لاصدارات اقل، الا ان انت بتعمل اكستراكت للداتا بتاعتك بشكل معين، ممكن نبقى نتكلم عنها حتى دي، بالداتا الاساسيه بتاعتك، وترجع تعيد الشغل هناك في الاصدارات الاقل. بمعنى انا مثلا عملت الاينمنت وعملت بروفايل وعملت كوريدور وعملت كميات وعملت كل شيء في اصدار 2018، وحابب ان انا افتحه في 2013 او 2014 او حتى 2017، للاسف مش هيفتح. هيفتح معاك حاله لو هي عناصر كانت تقدر تفتح، او لو انت مصدره بشكل دي اكس اف يفتح، او مصدره بدي دبليو جي يفتح، ولكن عناصر السيفل مش هتقدر تتحكم فيها. طب في الحاله دي هتقدر تعمل ايه؟ هتقدر ساعتها تعمل استخراج لملفات سوري لعناصر معينه، اللي هي بالظبط كده لو انت جيت عملت عمليه اوت بوت، هتلاقي حاجه هنا اسمها اكسبورت اكس ام ال لاند. هي دي العناصر زي ما انت شايف كده، دي العناصر لو احنا صغرناهم كده سوري قفلناهم، دي العناصر اللي هتقدر تستخرجها من عندك. وغالبا برضو الكوردور ما بيطلعش بشكل فعلي، يعني مثلا هنا ما فيش قطاعات، فللاسف انت هترجع تاني تعمل القطاعات من اول وجديد. الكوريدور هنا بيجيب لك الاساس لكن ما بيجيبلكش الكوريدور الفعلي، برضه هترجع تعمل الكوريدور من جديد او تقعد توصفه من جديد، تمام كده. الاسمبلز برضه مش موجوده، فهتضطر للاسف تعيد الشغل تاني في الاصدارات الاقل. فده لازم تاخد بالك من الجزئيه دي، لو انت بتتعامل مع جهه معينه لازم تسال الجهه دي، يا جماعه انتوا هتاخدوا مني مثلا الملفات بشكل سيفل، اوكي اصدار كام عندك اصدار سيف حفظا، يعني انا مثلا لو جينا مثلا الملف ده وقلت له والله انا عايز اعمل له حفظ، هتلاقي هنا الاصدارات اللي موجوده 10 13 18، مفيش مثلا 17.
فلو انت شغال 17 اعرف ان هو مش هيشتغل، لان مشكله 17 ده عمله زي اللي رقصوا على السلم، اللي فوق شافوه ولا اللي تحت سمعوهم. ف17 ده اللي عملوا له سيف، ولا هو بيشتغل على الاقل ولا بيشغل اللي فوق منه، ف17 ما لهوش اي لازمه. تمام؟ فلو انت هتشتغل على 18 لازم قبل ما تشتغل تعرف الجهه اللي انت هتشتغل معاها دي بتشتغل على اصدار كام، على اساسه تقدر ايه تشتغل. لو هم هيشتغلوا للاسف على اصدار قديم هتضطر تشتغل على اصدار قديم زيهم اللي هو من 16 وما تحت. لو بيشتغل على اصدارات حديثه ما فوق ال 18 يبقى زي الفل، تقدر تشتغل حتى لو اشتغلت على ال 21 زي ما انا شغال دلوقتي، يقدر يشتغل على ال 18 رغم ان في مجموعه عناصر بسيطه جدا موجوده في اصدارات مثلا 19 ما ينفعش مش هتبان معاك في 18، زي مثلا ان لان في تحديثات حصلت في 18 وحصلت في 19 ما بتظهرش بسيط بشكل بسيط في ال 18 العادي، بس مبدئيا اغلب العناصر بتشتغل معاك مفيش مشكله كطرق وشبكات وما الى ذلك. اما لو حبيت ومضطر ان انت تنزل من 2018 لاصدار اقل يبقى عليك وعلى اللاند اكس ام ال، تمام كده، وبتاخد دي العناصر لما هتتخرجها بتقدر تستدعيها هناك. يعني انت هتتخرجها من هنا بيطلع لك في ملف اسمه لاند اكس ام ال، لما بتروح في ملف في الاصدار الاقل بتعمل انسرت هتلاقي لاند اكس ام ال وبتدي بتختار الملف، وهو مباشره بيشوف ايه هي العناصر اللي موجوده جوه الملف واللي يقدر يستدعيها كعناصر سيفل. دي العناصر السيفل اللي تقدر تستدعيها، بقيه العناصر للاسف لا، بقيه العناصر للاسف لا. تمام كده، انا برضو يكون وضحت الجزئيه دي عشان برضو ايه ينفع كل جروب تبقى بلون وستايل مختلف. دي ان شاء الله هنعملها طبعا، كل حاجه هي فكره الجروب ان انت تعمل كل حاجه بشكل مختلف. هل يمكن تغيير الترقيم الذاتي للنقاد عند استخراجها تحت حاله؟ لا بص، هي الفكره ان النقاد ترقيم النقاد نفسها لا ما بيتمش تعديله في البرنامج بشكل سهل، لان البرنامج ما بيكررش رقم نقطه او اسم نقطه في رسم نفس الرسمه. يعني لو حبيت دلوقتي على سبيل المثال انا عندي نقطه هنا رقمها 862، لو حبيت اعمل رسمه 862 مش هيرضى. طب في الحاله دي انا ممكن اعمل ايه؟ على سبيل المثال انا عندي مجموعه النقاط اللي انا نزلتهم دول، ممكن تختارهم كلهم، مجرد ما انت بتختارهم طبعا بيجي لك مجموعه اوبشنز فوق في حاجه اسمها ري نمبر. ري نمبر مجرد ما انت تضغط عليها فبيقول لك سيلكت، فبقول له مثلا كلهم النقاط كلها، فبيقول لك حط الرقم اللي انت عايزه الاديفيشن مكتوب. يعني انت بتحط رقم معين بتبتدي منه وبترجع تترقم منه، لكن للاسف اعاده يعني هو اعاده ترقيم خاص بيك عند الاستخراج للاسف لا. هو يفضل ان انت يعني عمليه الاستخراج لما تستخرجها بره بتغير، او لو زي ما قلت لك بتختار عمليه الري نمبر. انا صراحه ما جربتش اعمل ري نمبر قبل كده، بس يعني هو موجود الري نمبر هنا في الكوكو بوينت، في الري نمبر في السلكشن اللي انا اخترتهم، سلكت اوبجكت المجموعه دي وبقول له اوكي عايزه مثلا 1000 على سبيل المثال، از نمبر 1000 اوكي، يعني هو غير المفروض ب 1000. اه يعني بص هتلاقي مجموعه نقاط اتغيرت بايه بقيمه 1000 عن ما هي عليه. آه والله دي فين بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تقريبا هيبقى قبل الأخيرة بشوية، غالبا دول اللي غيروا قيمة 1000. طب ممكن احنا نشوف رقم نقطة منهم، اه اللي هو ال 4602، اه يعني ده اتغيرت بقيمة 1000 عن ما كانت ايه؟ عن ما كانت عليه. تمام كده؟ باشمهندس هل تعمل الحياة تفيدني لو هتشتغل في مجال الطرق؟ اه الاجهزه المساحيه طبعا بتنفع بس مش فاهم بصراحه يعني قصدك ايه بيها الاجهزه المساحيه واعمال المساحه، هل تفيدني في مجال الطرق؟ طبعا لو قصدك السيفل، السيفل طبعا بينفع في مجال الطرق والاعمال الاجهزه المساحيه برضو، ان انت بتستقبل داتا وبتستخرج داتا والكلام ده كله ممكن. هنتكلم برضو عن الاجهزه المساحيه ان شاء الله في الاسطح، ممكن في الاسطح ينفع اعمل جروب بناء على الديسكربشن؟ طبعا ينفع الجروب، طبعا هنشرحه ان شاء الله بالتفصيل المره الجايه. في امكانيه البحث عن نقطه معينه مثلا من خلال الفيجن، هو الالفيجن هيبقى صعب، من خلال الكود ممكن او من خلال الرقم سهل. يعني انت اي رقم انت عايز تعمله عايز توصل له بشكل سهل، انا عايز مثلا نقطه رقم 1000 ومش عايز ادور على الليسته هنا، فبتعمل زد تي بي وتقول له انتر وبتكتب له الرقم بتاعي 1000، فهو اوريدي هو ما فيش رقم 1000 مثلا 4000، طيب هو مباشره راح لك على نقطه مين؟ نقطه 4000. تمام كده، ده انت بتعمل بحث مباشره من خلال الرقم. اما من خلال الفيجن فهو الفيجن بناء على ايه؟ انت ممكن بعد كده ممكن تعمل سوري تعمل جروب بناء على الفيجن. يعني مثلا على سبيل المثال عندك مجموعه نقاط كلهم منسوبهم 1000، انا عايز ال 1000 دول يبقوا كلهم في جروب واحد، ممكن نعملها دي ان شاء الله في المره الجايه نبقى نتكلم عنها. اتمنى كده يكون الامور سهله وبسيطه ووضحت، والحين نجاوب على الاسئله بتاعتكم. تقريبا هو التسجيل كده احنا عدينا الساعتين فسامحونا، لو في حاجه تانيه بقى ايه نخليها المره الجايه ان شاء الله يا شباب.